الأهلي يهزم سموحه بثلاثية مقابل هدف واحد وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر 2022 وملاقات بيراميدز. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق. مبروك كابتن، مبروك الأهلي في النهائي. الحمد لله. كما عودنا دايما. وعقبال النهائي بإذن الله يعني. إن شاء الله بإذن الله. النهاردة الأهلي قدم مباراة جيدة جدا يا كابتن أيمن. فيها كل الفنون. وفيها كل الوجوه. أنا النهاردة شفت حتى وجوه كان نفسي أتفرج عليها. محمد الضوي كريستو، مروان، خالد عبد الفتاح، كل ده كان عندهم بسبب الفوز الكبير اللي أنت عملته في أول شوط. خلينا نتعرف على اللعيبة دي كلها. قلت لك أنا في الهاف تايم ويمكن اتفقنا كلنا إن كهربا لازم يريح، كويس؟ الراجل من عادته ان هو ما بيغيرش على طول في الهاف تايم الا اذا كان في تغيير ضروري يعني. اميز ما انا شفته في المباراه حقيقه يعني. الزياده العدديه اللي حصلت النهارده من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. النهارده في تفوق كبير جدا لفرقه النادي الاهلي حتى اخر ثانيه في المباراه من خلال الاطراف كلها. ضبط الملعب بنزول قفشه والريتم اللي احنا كنا بنطالب بيه يا كابتن اسامه بالهدوء باستحواذ الكتير على اساس ان انت عندك مباراه كبيره جدا يوم السبت كمان لازم توفر الطاقه كلها من اللعيبه لهذه المباراه. مباراه مهمه ومباراه انا بعتبرها بطوله الدوري فيها كلها الماتش الجاي ده. نفس الاداء بنفس الروح الاهلي جاله الهويه النهارده. ازاي يلعب كل مبارياته؟ زي الاهلي لما بيكون روحه عاليه جدا، اللعيبه بتاعته حاضره في الملعب، في اكتر من لاعب بيقدر جوكر يقدر يلعب يعني. النهارده فخري في تبادل مع ديانج ومع حمدي فتحي، اللي كان بيلعب ورا او بيلعب لقدام او بيروح ناحيه الشمال وعبد القادر يخش لجوه، في مكاسب كتير جدا النهارده. مع مكاسب خاصة كمان محمد هاني بنفس الشكل بنفس اللعب بنفس الزيادة اللي بيلعب بيها مع حسين الشحات، أداء متميز جدا. عندي مكاسب كتير جدا النهاردة وخسارات برضو. حمدي فتحي بإصابته خسارة كبيرة بالنسبة لنا النهاردة. إن شاء الله تكون حاجة بسيطة إن شاء الله يا رب يطمنونا يعني. فبالنسبة لبدايه المباراه ونهايه المباراه سيبك من ضربه الجزاء دي هنتعرف عليها فيها ليها وعليها يعني هنتكلم فيها. كان عندك تقدر تحرز حتى كهرباء قبل ما يخرج كان عنده هدف ممكن يجيبه لو مشيت معاه الهسه وبعدين الترقيصه لو مشيت معاه كان هيبقى جول حلو. وبرده تعامله معاه برجله الشمال كان هيحطها كان هيبقى جول احلى. واحنا اتكلمنا قبل المباراه في حاجه اسمها التوفيق وعدم التوفيق وكان التوفيق النهارده مع كهربا في ثلاث كور الاولانيه والثانيه الاسيست والجول اللي جابه. بس بصراحه جاب جول بهدوء اعصاب بفكر لاعب لاعب كبير يعني. وبعدين ميزه كهربا كمان عشان نتكلم عليه ثاني ونجاحه النهارده احساسه بالمكان اللي بيلعب فيه. صحيح. ناس كتير قالت في الجون الثاني اللي جبناه طبعا الجون احنا هنجيبها ونتكلم فيها ان شاء الله. بس في الجون الثاني اللي جابه حمدي فتحي الكرة قوية والراجل واقف على خط الجون في أي حارس مرمى ممكن تخش سيبك من الأولانية. الأولانية دي صعبة أوي إن هي تخرج من بالطريقة دي. إنما الهدف الثاني ده بالشوطة القوية دي حمدي فتحي أسامة شاط واحدة قبلها وخرجت بره. فأنا قلت لك لو شاطها في نص الجون ممكن تبقى هدف يعني. فكررها حمدي فتحي وشاط وجاب هدف ثاني. دي برضو من الحاجات المكاسب اللي اتكلمنا عليها كلنا قبل الماتش. التصويبات كل الفرقة بتصوب مفيش حد ما بيصوبش حتى ديانج حمدي فتحي فخري احمد عبد القادر كله النهارده جرب حظه وشاط. صحيح. وعمل لنفسه رؤيه حتى الضو لما نزل كريستو نزل وخد واحده وعدى لعيب بروميسنج واعد جدا وعنده كوره وسريع و19 سنه ما شاء الله اكبر. فهمتني ازاي؟ النهارده عندك مكاسب كتير قوي. احنا بنتكلم بهدوء دلوقتي ليه؟ عشان دخل فينا جون احنا لو نتيجه 3-0 او 4-0 والكلام كنا صوتنا برضو ايه النبره زادت شويه
شوف لما بيخش فينا جون بيحصل لنا ايه؟ بنزعل. بالك بقى ها بالفرق اللي بتتغلب ولا بتتعادل او 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 او. انت غير يا كابتن. لا اه ما عشان كده بقول لجماهير النادي الاهلي لما بيجي فينا جون بنبقى مش مبسوطين حتى لو ضربه جزاء. فانا النهارده مبسوط جدا من الاداء كله بيطمني ان شاء الله. لعيبه تريح بقى اليومين دول ويروحوا على يوم السبت باذن الله بنفس الروح. يا رب ان شاء الله. نفس الايقاع بنفس الاداء. نفس الحب وكده مع بعض يعسكروا بقى الثلاث ايام دول مع بعض كده. وان شاء الله تبقى نتيجه جيده زي النتيجه دي بتاعت النهارده يوم السبت باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه الف مبروك. انتهت المباراه الكلينيكيه في الشوط الاول. اه ما فيش شك بقى احنا لما اتكلمنا بين الشوطين قلنا كده قلنا المباراه صعب جدا على طارق العاشري ان يعود خاصه مع النادي الاهلي يعني الاهلي بالحاله دي بالاداء ده الشوط الاولاني وكسبان 3-0 من الصعب انك انت ترجع للمباراه يعني عايز توفيق غير طبيعي يعني ان يحصل كده. فمباراه مستحقه للنادي الاهلي لعبا ونتيجه. والحمد لله انك انت لما بتبذل جهد كبير ربنا كمان بيجيب لك التوفيق. صحيح. فالحمد لله ادينا بقوه كبيره جدا الشوط الاولاني اصرار غير طبيعي كميات جري عاليه قوي عدد زياده عدديه داخل ال 18 تحركات حلوه من الاجناب من هاني والشحات في اليمين وعبد القادر ومعلول ناحيه الجنب الشمال في تكمله من فخري وحمدي فتحي وداخل ال 18 مع كهربا تحركات كويسه من كهربا الامور كلها كانت ماشيه في الشكل الطبيعي اللي المفروض يكون عليه النادي الاهلي فربنا جاب لك التوفيق كمان في هدفين صراع جدا الاول والثاني اتحكمت في زمام الشوط الاولاني تماما وجبت الهدف الثالث هدف جميل لكهربا. الشوط الثاني طبيعه الحال يمكن بتعليمات وتعليمات واضح انه من مستر كولر نلعب في نص الملعب استناهم لغايه لما يجوا لك على اساس انك انت كسبان 3 وبعد 4 ايام او 3 ايام عندك مباراه مهمه جدا مع المنافس التقليدي نادي الزمالك فبرضه مش عايز تستنفذ كميات جري غير طبيعيه وتلعب على الـ 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 الاخطاء اللي هيحصل فيها فرقه سموحه وهم بيتقدمين عشان يحاولوا يخشوا في المباراه يعني يمكن الريتم يعني ايقاع الاداء قل ومع تعب من بعض اللاعبين واحد زي كهربا راجع بعد غياب 6-7 شهور لعب 60 دقيقه فكان خلاص لازم يطلع وتغييرات بعد كده لحسين الشحات وطبعا حمدي فتحي كانت اصابه ومحمد هاني لخالد عبد الفتاح حصلت بعض التغييرات كمان قللت ايقاع اللعب شويه انت بتشوف ناس طبعا الثلاثه الجداد اللي نزلوا في ملامح ولكن لسه مش هنقدر نحكم حكم نهائي غير لما يعني يلعبوا بشكل اكبر مع النادي الاهلي ويبان الحاله مروان حمدي طبعا مروان عطيه طبعا كلنا شفناه مع الاتحاد لعيب كويس ويعني حتى لما نزل عنده ثقه في نفسه كده لكن طبعا مع اللعب هيبان اكتر خالد عبد الفتاح يمكن لعب وقت قليل 10 دقائق كريستو واضح انه مهاري واضح ان عنده الثقة بنفسه حتى بطريقة جريه بالكورة وكده ولكن عايز يلعب ويتشاف أكتر عشان نقدر نقول حكم قاطع يعني لكن واضح إن إمكانياته يعني مهارة باينة وهو بيجري بالكورة حتى صحيح فريتم الشوط الثاني قل السموحة دخل في الشوط السيطرة بقت متبادلة غير الشوط الأولاني خالص بين الأهلي وسموحة لكن ما كانش فيه خطورة كبيرة على الشناوي ولا حتى على عمر صلاح باستثناء الانفراد اللي راح بيه كهربا ولم يوفق في انه يحرزها يعني المباراه في مجملها هي لصالح النادي الاهلي لعبا ونتيجه فمبروك وان شاء الله عقبال النهائي وعقبال ان شاء الله المباراه القادمه مع نادي الزمالك لانها مؤثره جدا في مسيره الاهلي في الدوري صحيح. العام صحيح. كابتن بلال الف مبروك فوز مهم وكان مطلوب تلعب دور قبل النهائي تلعب على بطوله كبيره بطوله كاس مصر فالوضع الطبيعي انك كنت تكسب ولكن انت كسبت كمان مع
زي ما قالوا الكباتن، ان كان في جمال في الاداء، في حلاوه في الاداء. طبعا مبروك للنادي الاهلي، اداء رائع جدا جدا. صحيح. الشوط الاول استحواذ جيد، الشوط الثاني هدوء في الريتم الشوط الثاني، وده اللي توقعناه ما بين الشوطين. قلنا الاهلي هيهدي الريتم، وده مقصود على فكره. لما تبقى كسبان 3-0 مش يعني مش من الطبيعي مثلا ان انت ايه عندك ماتش بعد 4 ايام فتلعب بنفس الاداء وبنفس الريتم، عشان عندك اصابات وكل 3-4 ايام مباراه، فبالتالي انت بتحاول تحافظ على اللعيبه اللي موجوده في الملعب. لكن الشوط الاول حقيقه شوط متميز جدا من لعيبه النادي الاهلي الحقيقه، وحتى التغييرات كمان متميزه النهارده من مستر كولر. النهارده بيغير تغييرات في توقيتها، واللعيبه كان مهم جدا النهارده ان هي تدخل المباراه عشان الناس كمان تشوفها. يعني انت دايما الجمهور بيبقى مستني الصفقات بعد كل يعني كل بعد كل يعني مباراه بتكسب فيها. صحيح. يعني النهارده مثلا انت كسبت وعملت شوط جيد الشوط الاول، فبالتالي فرصه مزبوط. ان الناس بقى تتفرج، وكمان فرصه ان اللعيبه الجديده تدخل مش تحت ضغط. صح. يعني ده مهم جدا 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 انك انت النهارده يعني طبعا. مش من الـ الصح انك تدخل لعيب لسه انت شاريه، ولعيب صغير في السن، او لعيب لسه جديد عليك في توقيت صعب، مش برضو لعيب دولي ومش لعيب عنده احتكاكات كبيره جدا، في توقيت صعب، في توقيت انت تكون فيه الامور صعبه جدا، او متعادل، او لا قدر الله مغلوب، او الامور مستصعبه عليك. فالنهارده التغييرات كمان تغييرات جيده يعني مستر كولر الحقيقه يعني اجاد فيها، عشان كمان الناس تتفرج واللعيبه كمان تاخد ثقه. النهارده انت لما بتبقى كسبان الجمهور بيتحمل كمان اي اخطاء بعد كده، تمام، وبيبص بس على اللمسات الجيده للعيبه اللي بتتغير. ده اللي حصل الشوط الثاني، لكن تميز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي النهارده. تلعب تستغل طرفين الملعب، وده شيء جيد. محمد هاني وعلي معلول بقى لهم اكتر من مباراه الحقيقه بيادوا اداء راقي جدا في النواحي الهجوميه تحديدا، لهم دور فعال كبير جدا جدا في بناء الهجمات للنادي الاهلي، في انهاء الهجمات ايضا، الكرات العرضيه اللي بيعملوها شيء جيد جدا. يعني قليلا من استغلال الكرات العرضيه لافضل اثنين باكين في الوقت الحالي في اخر 3-4 اسابيع. النادي الاهلي في كل مباراه هيروح في حته ثانيه مختلفه تمام. النهارده كهربا بيأدي اداء راقي، اداء رائع، بيسجل هدف في ثقه كبيره جدا وعاليه جدا، والهدف ده اعتقد الاثنين الاسيست اللي قبليه هم اللي ساعدوه ان هو يكون بالهدوء ده في تسجيل الهدف. حسين الشحات عمل مباراه رائعه جدا، يعني صنع الهدف لكهربا بشكل متميز جدا. خد بالك اي حد تاني مكانه كان ممكن يحطها بالعرض، لكن هو حطها له كمان قدامه عشان يديله فرصه ورؤيه كمان ان هو يشتغل بشكل مريح في اريحيه على الجول. لعيبه الاهلي بشكل عام النهارده كان اداء متميز، حتى الشوط الثاني كمان. الشوط الثاني كره من رجل لرجل تتلعب بشكل فيه هدوء، اللعيبه عايزه تستحوذ بشكل جيد. ممكن يعني انت خلقت فرصه او اثنين الشوط الثاني ما قدرتش تستغلهم، ولكن ده وضع طبيعي. خد بالك انت لما تكون كسبان 3 غير لما تكون كسبان 1 غير لما تكون كسبان 2، الامور بتختلف. يعني كمان للمدير الفني واللعيبه، يعني النهارده انت لو كسبان 1-0 ما اعتقدش ان التغييرات اللي موجوده قدامنا دي كانت هي هتبقى التغييرات. لو انت كسبان 1 او متعادل هتبقى الامور مختلفه شويه طبعا. فالمكسب بيدي هدوء وطمانينه للمدير الفني بره، وبيدي هدوء وثقه للاعيبه داخل بقى. النهارده اعتقد لعيبه الاهلي كلها بلا استثناء مقدمين مباراه رائعه. الشناوي النهارده ماتش جيد، توقيتاته في الخروج توقيتات جيده، بيلعب النهارده برجله بشكل جيد مع اللعيبه. ولما يبقى عندي حارس انا بثق فيه وبيستعيد مستواه بشكل جيد، دي بتبقى المدير الفني بيبقى قاعد بره مطمن، اللعيبه في الملعب كمان اللي قدامه السنتر باكس اللي قدامه الاثنين الباكين بيبقوا قاعدين كمان مطمنين. انا لما ببقى ورايا حارس جيد يبقى انا ما ببقاش قلقان قوي. أي. ان انا اغلط. أي. يعني في بعض الاوقات خد بالك المدافعين بيخافوا يغلطوا فبيغلطوا. مظبوط. تمام؟ لكن لما يبقى عندي حارس في بعض الاوقات بيشيل عني الاخطاء بتاعتي، دي بتدي ثقه كمان للمدافعين قدامك. مظبوط. رامي ربيعه ومتولي النهارده اداء الحقيقه جيد. يعني في بنالتي على النادي الاهلي، بس خد بالك برضو انا يعني كون ان انت مثلا اخطات بعد 3-0 ده شيء وارد جدا في كره القدم، عادي جدا على فكره. يعني عادي جدا تبقى خسران 3 يعني كسبان 3 وفي دقيقه كام؟ دقيقه 90، يعني الماتش خلاص اكلينيكيا وفعليا المباراه خلاص انتهت لصالح النادي الاهلي، يعني فما تلومش برضو عليه حد يعني في الحته اللي زي كده. لكن مجمل النهارده الاهلي اداء رائع جدا جدا، ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه تبقى اتمناها بنفس الريتم ونفس الاداء ونفس القوه ونفس الضغط. النهارده انت بتضغط بشكل جيد، بتستحوذ بشكل جيد، بتتحول
من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع بشكل جيد جدا جدا جدا. تركيز وانتشار النهارده في الملعب بشكل جيد جدا. الراجل قاعد بره كمان مركز في الماتش. تمام، لعيبه الاهلي عايزه حاجه، عايزه كاس مصر، وده المطلوب ان شاء الله في المباراه اللي جايه باذن الله ربنا. كابتن اسامه الف مبروك، فوز كبير وفوز مهم، ويمكن انت كنت متفائل قبل الماتش، انا كنت مشدود شويه على طول، كنت متخوف على طول مشدود انت بتعمل على طول مشدود في المباريات كلها. لا انا كنت متخوف تعتقلتنا معاك بس الحمد لله رب العالمين. من افضل الاشواط زي ما قلنا بين الشوطين، الشوط الاولاني بالنسبه للنادي الاهلي، وفوز مطلوب قبل الفتره الصعبه اللي جايه. مبروك للنادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي يستحق يكون في المباراه النهائيه. صحيح، ادى مباراه كبيره النهارده. من حيث الارقام، تسجيل الاهداف، الاهلي اللي سجل 3 اهداف النهارده، الاستحواذ، الفرص، الركنيات، كل حاجه النهارده كانت في صالح النادي الاهلي، حتى النواحي البدنيه. مظبوط، واحنا كنا بنقول قبل بدايه المباراه لازم النادي الاهلي يبقى عنده حده في عمليه الضغط، في حده في الكور المشتركه، في اللياقه البدنيه، في تقارب الخطوط، كل ده اللي احنا نادينا بيه قبل بدايه المباراه النادي الاهلي عمله من اول ثانيه في المباراه. مظبوط، قلنا مش عايزين نرجع لمباراه الدوري الريتم بطيء واضيع 45 دقيقه مني علشان ابدا ادخل الشوط الثاني، ممكن الشوط الثاني يضيع مني كمان. صحيح، لكن بدايه المباراه النهارده هي اللي ادت الافضليه للنادي الاهلي. مظبوط، النهارده من الواضح ان كولر يعني ذاكر فرقه سموحه كويس وشحن اللعيبه معنويا ونفسيا قبل المباراه كويس، علشان كده النهارده كانت البدايه اكتر ممتازه. شفنا محمود كهربا في التحرك الاول في الهدف اللي عملها بالعرض، وكان فيها توفيق يعني انها تعدي من هاني سليمان عشان احمد عبد القادر مكمل. احنا اول حاجه قلنا لازم الاطراف حسين الشحات واحمد عبد القادر لازم ادوس في 18، لازم ابقى راس حربه تاني. النقطه دي هو احمد عبد القادر عمل الصح والتمركز الصح، التوفيق بقى انها تعدي من هاني سليمان. يعني نصيحه بقى مني لهاني سليمان، حاول دايما ما تستفزش مشاعر جماهير الاهلي او لعيبه الاهلي. انت النهارده على صفحتك الشخصيه قبل المباراه وامبارح تكتب كلام انا مستني المباراه وحاجات كده، فالنهارده يعني انت حارس جيد، لكن دايما خلي تركيزك في الملعب بس، ما تروحش الامور تانية. انت عندك موهبه، ما تستغلهاش في تضييع الوقت وفي استفزاز مشاعر الجماهير. دي نصيحتي لهاني سليمان. بعدها الفرصه الثانيه شفنا محمود كهربا حست بقى الهداف في الكره اللي قدر يسيطر عليها ويعملها لحمدي فتحي، ومن لمسه واحده قدر يسدد حمدي فتحي هدف من الاهداف الحلوه. النهارده عجبني جدا شغل الاطراف. محمد هاني النهارده لو اتكلمنا عن مكاسب المباراه، محمد هاني ما شاء الله بقى له فتره، بدايه من مباراه فاركو، بدايه مباراه بيراميدز، امبي، بقى له 5 ماتشات، حتى لو حتى مباراه المصري اللي تعادلنا فيها المباراه السابقه، محمد هاني بدا يثبت خطواته واقدامه في ناحيه اليمين بقوه. مزبوط، كنا دايما بنشوف محمد هاني وهو بيلعب ظهير ايمن دايما بيرتكن الى الناحيه الدفاعيه اكتر. لا النهارده بنشوف محمد هاني بيتحرر، بيدوس في مناطق كان لازم من زمان محمد هاني يكون متواجد في الحتت دي. صحيح، يدخل ال 18، بيعمل بالعرض، بيسدد. فالنهارده دي نواحي بدا محمد هاني يضيفها بشكل جيد. النهارده الاطراف محمد هاني مع حسين الشحات عاملين جبهه رائعه النهارده. صحيح، النهارده شفنا شغل كتير ناحيه اليمين، ايضا الناحيه الثانيه علي معلول مع احمد عبد القادر عملوا جبهه النهارده رائعه، وده النهارده اللي كسب النادي الاهلي. الاطراف النادي الاهلي كان عنده انتشار جيد سواء في العمق الهجومي عن طريق محمود كهربا اللي كان بيتحرك في كل مكان وبيخلق مساحات لحسين الشحات واحمد عبد القادر يقدروا يشتغلوا فيها. النهارده كان في حاجه مهمه جدا جدا كنا مفتقدينها في بعض المباريات، اللعيبه بتكلم بعض وتوجه بعض. يعني حتى احنا شفنا كهربا الشوط الاولاني يمكن أيوة. كان ليك تعليق عليها ان بيوجه كمان اللعيبه زمايله اللي هم وراه، دي كنا مفتقدينها بالظبط في محمد شريف وشادي حسين، الاثنين خامات كويسه. وبقول لجمهور النادي الاهلي لازم نقف جنب لعيبتنا دايما، احنا محتاجين اللعيبه كلها، المشوار عندنا لسه طويل سواء دوري سواء لسه في كاس مصر سواء كاس عالم انديه افريقيا، فمحتاجين اللعيبه كلها. النهارده كهربا دخل، شادي حسين، هنلاقي محمد شريف بعد كده. كان كهربا بيعمل حاجه كنا مفتقدينها، ازاي بقى عندك قائد في الخط الهجومي. النهارده لما انا بقف وعايز اوجه الهجمه كنت بشوف كهربا بيشاور بايده. صحيح، لا يعني استنى حسين الشحات، استنى عبد القادر، ويقف ويقفوا جنبه
كرة تبدا تروح يبدا هو يضغط. النهارده ان في كل خط يبقى عندك واحد قائد سواء في نص الملعب حمدي فتحي بيتكلم سواء كهربا قدام ورا رامي ربيعه، ده مهم جدا في لعيبه النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي النهارده مكاسب كبيره، حتى زي ما الكباتن قالوا كولر كمان ان هو يبقى عنده الجراه يدفع بمحمود كهربا اللي غاب بقاله 6 7 شهور، فبرضه دي تحسب لكولر. بصراحه كلنا كنا متخوفين يعني، لكن قلنا النهارده كهربا واحد من اللعيبه اللي وحشهم الملعب، جعان كوره نفسه ينزل يعني يجري في كل مكان. فالنهارده توفيق ربنا سبحانه وتعالى كمان انه ينزل يعمل يصنع هدفين ويسجل هدف. لا يعني النهارده اللعيب الكره دايما حاسه التهديف موجوده عنده حتى لو قعد سنين وقعد شهور. كهربا النهارده في كره التحرك اللي عملها حسين الشحات قبل الهدف، شوف التحرك انه وسع لنفسه طلع لبره وراح، ولما بدا يتعامل مع الكره ممكن يحط بطن رجله. لكن هدى على الكوره وشاف الجون اتقدم حطها تشيب من فوق، دي مهاره عاليه من لعيب كبير حتى لو غاب عن الملعب، لكن حاسه التهديف والمهاره موجودة. والموهبه موجوده عنده. صحيح. تغييرات النهارده تغييرات واقعيه جدا، عندك مباراه قادمه مهمه بتريح بعض العناصر، بتنشط النواحي الهجوميه. كريستو النهارده خامه جيده، شفنا النهارده بيتميز بالسرعه، لعيب سريع بالكوره ما بيخافش بياخد كوره، عايز يروح واحد على واحد دايما وعايز يعدي. شفنا مروان عطيه واحد من اللعيبه اللي عجبوني جدا النهارده. مروان عطيه مكسب كبير جدا ان شاء الله للنادي الاهلي في نص الملعب، لعيب عنده شخصيه، لعيب حماسي في نص الملعب، كميات جري في الوقت اللي لعبه كتير، عنده حته انه بيغير الملعب من ناحيه اليمين يعملها لعلي معلول او من ناحيه الشمال يعملها لمحمد داني اقصى الملعب، دي عنده المهاره دي. صحيح. دي لا مهاره مهمه جدا في لعيب نص الملعب. طبعا عندنا خالد عبد الفتاح ظهر يعني في وقت قليل ما لحقش، لكن برضو خالد عبد الفتاح مهم جدا في الناحيه اليمين ومكسب ظهر. قفشه خد بعض الوقت وشادي حسين، لكن النهارده النادي الاهلي يستحق المكسب. صحيح. يستحق انه يكون في المباراه النهائيه النهارده، اداء اكثر من رائع للنادي الاهلي. وبمناسبه الوصول للمباراه النهائيه، اتحاد الكره بيعلن تاجيل المباراه النهائيه وتحديد موعد جديد للنهائي خلال ايام، والموعد المقترح بعد كاس العالم للانديه. كابتن شريف، مكاسب النهارده كتير قوي. طبعا يعني ازاي استغلها بقى الفتره اللي جايه؟ عندك ماتش الزمالك، عندك بعد كده البنك الاهلي، وبعدين رايح على كاس العالم للانديه، عندك مباريات متلاحقه كلها. عشان كده احنا دايما بنطلب بسرعه عوده المصابين. بيبقى عندك كذا لعيب مش عندك قلق في اي حاجه. عندك لعيبه تقيله قوي بره كمان يعني. هو ليه الريتم هادي كده زي ريتم الشوط الثاني؟ احنا كسبانين 3 الجون اللي دخل فينا ده وعاملين ماتش كويس الحمد لله، وصلنا نهائي ان شاء الله باذن الله ناخد اللقب باذن الله رب العالمين. ان شاء الله الاهلي بالسكواد بتاعه الكبير باللعيبه اللي احنا اتفرجنا عليها النهارده دي. انا مبهور بالضو ده، انا بحب اللعيب اللي عنده شخصيه اللي عنده ثقه بياخد الكوره من تلت ملعب يبقى في نص ملعب الخصم، ده رايح لغايه خط 18. كان في كوره لازم يلعبها المعلول. مظبوط. لو كان عملها بقى كان خد العلامه، انا اسامه قلنا لك يبقى خد العلامه الكامله. ايوه فهمتني؟ ايوه. فعنده كارج وجرأه التصويب ومن بعيد، يعني يملك امكانيات وفنون اللعبه. مكاسب كتير جدا زي ما انت بتقول، على راسهم كهربا طبعا. اختبار كبير جدا وتحدي. أيوة. كبير جدا بينه وبين نفسه. ها، وثقة كولر ان الراجل ده ممكن يأدي في المكان ده ويعمل نتيجة، فكل احلام مستر مارسيل كولر النهاردة اتحققت بامتياز الحقيقة، واللعيبة ساعدوه كتير جدا النهاردة بشخصية اللعيبة ورغبة اللعيبة النهاردة. فشخصية اللعيبة النهاردة هي اللي بتبقى موجودة في الملعب. انا قلت لك في اول ده انت اللي بتحدد اسلوب لعب المنافس اللي قدامك، انت باسلوبك، انت عايز النهارده ولا مش عايز؟ لا أي. شكلك عايز. اي من البدايه شكلك مش عارف اقول مين بيلعب في نص الملعب ومين بيلعب. ها اهو بص ده من البدايه على فكره. ده الجول الاول. خلاص واحمد عبد القادر، فاكر يا اسامه انا قلت لك ايه على كهربا هيتحرك فين؟ على الاطراف ويفتح مظبوط، هياخد يمين وهياخد شمال. فده وسع عمل ثغره في دفاع سموحه. يعني
ديفندر بتاع سموحه انبسط ان هو راح هنا، ها، ولكن سرعته و خلي بالك هاتها يعني تاني. بص مين مكمل بقى؟ لا بص هاني هيكمل وعبد القادر هيكمل وحمدي فتحي كمان مكمل. يعني هو لعب على ده الانتشار اللي صح اللي كنا بنادي بيه قبل المباراه، لازم يبقى عندك توازن. الحقيقه هو الحقيقه هو كان بيلعبها فعلا لعبد القادر، ولكن مش ناحيه حارس المرمى. ايوه هو كان بيلعبها لبره. بص تاني يا كابتن شريف ولكن الحظ كهربا واحمد عبد القادر برده في 18 برده في 18 الحظ هو او ما اعرفش كان وادي الكره الثانيه الاسيست اللي بيعمله. بص برده شوطه قريبه مش ضعيفه وتخش في اي حارس مرمى يعني. ايوه ولكن الهاني سليمان حمل نفسه الهدفين مسؤوليه الهدفين، انما فين الراجل اللي بيوقف الكره وبيسيب كهربا يستلم براحته وبعدين يصلح. بص الكره هنا بعدين يعمل الكره من بين رجل الراجل الثاني وبعدين الراجل الثاني. حارس المرمى هنا 30% مش 100% يعني هو المسؤول عن لو بص التواجد الاحمر النادي الاهلي راجل بيقف على كورته عندك عدد في ال 18 اسامه ده كل كره عاليه كهربا بتجيله بياخدها. لا ومهم جدا يا اسامه ان يبقى الميد فيلدر بتوعك موجودين في ال 18 ايوه دي النقطه اهم نقطه دي اهم نقطه تكمله الهجوميه يعني انت مشكله خد بالك احنا ما عندناش يعني ناس بتعرف تلعب دماغها كويس فعشان يبقى البديل ايه يبقى عندك كثافه عدديه في نص بلال قطع على مارسيل كولر وهو بيقول للمترجم يقول له لازم تبقى موجود جوه ال 18 ما تطلعش بره قطع دلوقتي عليه يا ريت يعيدها لك. انت سمعت لغه الشفافه يا كابتن؟ هي نفس بص يا كابتن بلال دي نفس الكره اللي جت تقريبا بس حسام حسن اتعامل معاها بالقوه ايوه ايوه والشناوي قفل عليه بسرعه يعني لما هي لما جت لكهربا سابها ويا دوبك عمل الكره من فوق الجول وده كان طبعا تصرف كويس جدا من كهربا وده المتالق النهارده. بص يا كابتن نفس الانتشار واحد على الاولى فخري توزيع حلو قوي فخري أوي. لرقم 10 اللي دخل حلو يعني بيلعب مكان قفشه عندك احمد عبد القادر ضامن عندك كهربا هو اللي خدري في النص وعندك حد فتحي قافل على 18 بره وفخري داخل جوه عند اول جوله الانتشار دايما اللي صح طول ما انت عندك كابتن اسامه جول دي طبعا هو كهربا مش من الناس المميزه براسه يا بس طبعا بص الهدف دي برده كانت في موقف عملها حلو قوي شحات الحقيقه عملها رائع جدا اكتر من تحرك كمان وحطها له كهربا عملها حلو قوي طبعا كهربا عملها حلو قوي بس هو حسين كمان امتياز في في الترقيصه والهدوء والتمريره تمريره بتخلي القرار مره واحده مش وراء قرار سهل ايوه سهلة. ما انا بقول لك قرار مره واحده وسهل يعني مش هيفكر ان يسند مزبوط. ان هي وراه هي ملعوبه من حسين جول. الشحات لمسه واحده جول يعني هو طبعا كهربا عملها حلوه قوي لكن انا بقول ان حسين الشحات برده مشارك في الجون ده بنسبه كبيره جدا لا وتحرك كهربا يا كابتن بص طبعا بص بدا يدخل لعمق الملعب ما ده وعي برضه طبعا ما هو وعي من كهربا وكل حاجه وامتياز وعملها حلوه قوي بس انا بقول وخلي بالك كمان في اللقطه دي بص يا اسامه هو كهربا وسع نفسه كويس قوي بتحركه ده وسع نفسه كويس جدا بس انا طبعا ما كهربا عملها اتحرك حلو قوي وخد قرار حلو قوي بس حسين عاملها له طبعا اللي هي ذهب زي ما بيقول لا طويله صح ولا قصيره ولا هيفكر يوقف ولا قدام يا كابتن يعني قدامه على لمسه واحده يعني مش لسه هتستلم في حارس المرمى يقفل عليا مظبوط هي لمسه واحده بس اهلها له بس كهربا طبعا شالها حلوه قوي 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 يعني بثقه كبيره يعني صحيح كابتن بلال زي ما قلنا طبعا احنا هنتكلم على النجوم الماتش في الاخر انا هقول راجل المباراه في الاخر ولكن تحس ان لعيبه النادي الاهلي النهارده مركزه كويس قوي من الاول زي ما قلتوا عندها تصميم واراده ان هي تكسب وتلعب احنا مش تحس احنا شايفينهم يا كابتن مركزين طبعا لا من قبل الماتش هم عندهم الدوافع دي عندهم مباريات جامده جدا 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 الفتره اللي جايه بس انت عملت النهارده اداء هايل صحيح فالناس مستنيه الفتره اللي جايه عندك ماتش صعب جدا مع المنافس لو كسبته بنسبه كبيره جدا ان شاء الله انت عدل يعني حسمت الامور مبكرا ماشي انا اتفق معاك ان انت هتبقى يعني عندك لا طبعا ما انت خد بالك انت يعني بالك بس خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه خد بالك يا كابتن طول ما انت بتكسب يا كابتن عايز اقول كلمتين مهمين اتفضل انت
الفترة اللي فاتت دي كنت في حالة جيدة. يعني باستثناء مثلا الماتش الأخير، يعني الماتشين اللي قبلها أنت بتكسب وبتكسب كويس وبتأدي بأداء كويس، بتعمل ماتش بيراميدز يعني. النهاردة بأداء ونتيجة. أيوه. الخصم تمام، مبارياتك معاه ما بتبقاش سهل. هو برضو اسمه كبير، لكن في الوقت الحالي، في الوقت الحالي خد بالك يا أسامة، أنت تقدر تكسب بشكل كويس. يعني لما تيجي تقارن مبارياته الفترة اللي فاتت مع مبارياتك أنت كنادي أهلي، لا الفروقات كبيرة. الفروقات كبيرة جدا ما بينك وما بينه، في الأداء وفي الروح وفي القتال والتركيز والرغبة وكل حاجة، كل حاجة. يعني ممكن المباراة اللي جاية لو في تركيز بنفس التركيز وأداء بنفس الأداء، لا تكسب مستريح. تكسب مستريح. مع ان مش بقول كده مثلا، يعني المباريات ديت يعني يقول لك قلت في الاول ايه، ما فيهاش مقاييس. قلت يعني إيه؟ قلت في الاول هي مبارياتك مع الخصم مباريات صعبه بشكل عام. ايوه خد بالك، يعني انت برضو بتلعب نادي الزمالك، اسم برضو يعني ايه الاسم، الاسم الكبير يعني فاهم، او المنافس بالنسبه لك. أي. لكنك انت في الوقت الحالي يا كابتن انت افضل منه بكتير. يعني انت مركز، عندك رغبه، كل يعني انت لما بتهدف في ماتش، الماتش اللي بعديه بتأدي بشكل جيد. النهارده الاداء والسرعه والقوه والتركيز اللي انت فيه لا يخليك تتفوق عليه باذن الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله رب العالمين. اسامه عايز يقول عايز تعلق على حاجه؟ لا بص، هو يعني مكسب النهارده، انت في بطوله الكاس قفلت المكسب بتاعك النهارده. بص مباراه الزمالك ليها استعداد خاص تماما. صحيح، انت النهارده بطوله دوري، انت فارق عن فيوتشر 4 نقاط، عن الزمالك 5 نقاط، لسه المنافسة في الملعب لها حساباتها الخاصة. صح. حالة اللعيب يوم المباراة مهمة. النهاردة في لعيب بحالته جيدة، دنيا ماشية معاه. والتوفيق. التوفيق. صحيح. طبعا تفاصيل صغيرة، لا قدر الله كرة ثابتة، لا قدر الله مثلا طارد، حاجات تبقى حسب تفاصيل المباراة. لكن الموضوع اللي أنا بقى كابتن أيمن كباتن الكبار قاعدين معانا عايزين نفتحه وعايزين نتكلم فيه النهارده، المنشطات بطالب رابطه الانديه، بطالب رابطه الانديه قبل المباراه القادمه الاهلي والزمالك بعمل كشف منشطات على الفرقتين اهلي وزمالك. ركز بس معايا في الكلام ده. انا مركز عشان انا عايز اسالك سؤال يعني. طبعا النهارده مباراه مهمه، نادي المنافس نادي الزمالك، سمعنا اخبار مش مننا ده من جوه نادي الزمالك، قالوا ان في لعيبه بتاخد منشطات، لعيبه بتتعاطى حاجات، جت لجنه المنشطات. لكن النهارده ايه اللي يضمني؟ السنتين اللي فاتوا الزمالك بياخد الدوري سنتين، والدوري المصري ما فيهوش كشف عن منشطات. فالنهارده لازم رابطه الانديه، واحنا بنطور واحنا بنتكلم زي ما احنا شايفين التحكيم المصري بدا يرجع، بقول لك يرجع، والنادي الاهلي بيتظلم. ايوه النادي الاهلي بيتظلم بالدليل بالمباريات، ليك ركلات جزاء، لعيبه المفروض تطرد من الفرق الثانيه، والاهلي مش واخد حقه. لكن انت شامم وحاسس ان ريحه، في ريحه عداله، مفيش ظلم خلاص في التحكيم، حتى لو لما بتتظلم بتاخد حقك. صحيح. لكن انا النهارده المباراه القادمه، وهي مباراه مهمه في الدوري، مباراه مهمه في الدوري، بطالب رابطه الانديه اللي هي بتطور منظومه الدوري الممتاز، بطالب النهارده بكشف منشطات للفرقتين، مش هقول لك فرقه واحده، فرقتين الاهلي والزمالك قبل المباراه القادمه، وده شيء مهم جدا. بعد كده تبقى دي خطوه ثابته عندنا طوال بطوله الدوري زي ما بنشوف في الدوريات الكبيره. ايوه النادي الاهلي بيلعب في افريقيا، بعد مباراه افريقيا في كشف منشطات. هيلعب في كاس العالم للانديه بعد 10 ايام في كشف عن المنشطات. ففي الاهلي بيشترك في المحافل الدوليه، فكشف المنشطات عنده صفه مستمره. أيوة. فلعبته مش محتاجه انها تاخد منشطات او تتعاطى اي حاجات الممنوعه. لكن النهارده انا بلاعب فرق كتير في الدوري، واحنا شفنا القضيه اللي اتصارت من فتره، 2 لعيبه في الزمالك تغيبوا عن التمرين بقالهم فتره، ما بيدخلوش قائمه المباريات. طب هل المباراه القادمه ال2 لعيبه هيكونوا موجودين؟ طب هل تم تحليل منشطات ليهم؟ طب هل لو طلعت العينه سلبيه يا ترى هم اللعيبه اللي حللوا ولا غيرهم؟ ركز بس معايا في الكلام ده عشان ده كلام مهم. لو العينه طلعت سلبيه بعد بتاعت ال2 لعيبه، هل ال2 لعيبه لجنه كشف المنشطات عملت 2 لعيبه ولا كان في ناس ثانيه وفي عينات تم استبدالها؟ وعندي مواقف في الدوري، عندي مواقف في الدوري زي انا بحكيها لك بالظبط. في احدى مباريات الدوري ماشي، وانا
اتحمل المسؤوليه على الكلام ده. ممكن اقول لك اسم النادي واسم اللعيبه. في احدى مباريات الدوري بعد المباراه اثنين لعيبه هيحللوا من هنا، اثنين لعيبه هيحللوا من هنا. كويس. لعيب راح للدكتور قال له انا واخد حاجه قبل المباراه. جابوا واحد تاني لبسوه اللبس بتاع غرفه الملابس ودخلوه حل مكان اللاعب. ده السنه اللي فاتت؟ لا لا من غير ما اقول بقى. لا لا مش عايزك تقول. فانا النهارده انا بطالب. مش عايز اقول ليه؟ الكلام ده السنه دي؟ لا لا السنه لا من غير بقى ذكر اللاعب والانديه والكلام ده كله. لكن انا النهارده بطالب رابطه الانديه واحنا بنطور منظومه الدوري الممتاز. النهارده بنطور منظومه التحكيم ان احنا يبقى في عندنا كشف منشطات خلال الايام القادمه علشان مباراه الاهلي والزمالك القادمه. صحيح. طيب كابتن شريف، بعيد بقى على الروح والحماس والتركيز والتصميم، اسباب تفوق الاهلي فنيا على سموحه النهارده فنيا؟ الامكانيات، فرق الامكانيات والروح. انت الروح النهارده بتسمح لك بعيدا عن الروح، الامكانيات اللي عندك، امكانيات اللعيبه بتاعتك، الانتشار، تحركات للعيبه كويس. كل لعيب بيمسك الكره بيلاقي اتنين تقدر يلعب فيها، واللعيب ما بيحتفظش بالكره، الكره بتجيله بيروح مسلم واخد خطوتين، خطوط كلها بتتحرك مع بعض. الحاجات اللي احنا طالبناها قبل المباراه هي اللعيبه النهارده واكنها بتسمعنا وبتسمع المدير الفني وبتسمع الجماهير كويس. ما اديتش فرصه للخصم كمان ان هو يكون متواجد معاك، وان حاول طالبنا مش بالاجريسيف، طالبنا بوجود اللعيبه في حاله تصد اي هجوم، تصد اي احتكاك، كل كره مشتركه. حتى كهربا الكره العاليه لو يجيبوها لنا هو اللي بياخد الكره بيحولها لحسين الشحات، وحسين الشحات بيستلم الاستلام الجيد جدا. قله الباص المقطوع، انت كل الماتشات اللي فاتت مشاكل عندك انك بتهجم باربعه خمسه وبتروح عامل الريسك في الباصه تروح مقطوعه عليك، شفنا في الماتش اللي فات، تروح ملعوبه الناحيه الثانيه ان كان ليك فاول مثلا على ال 18 حاجه بيضغطوا عنه طبعا كشكل التحكيم اللي انت بتتكلم عنه، الاقي الراجل راح على الجون من الناحيه الثانيه، يعني التمركز عندك ما كانش مظبوط كمان. سايب الملعب، سايب الدنيا، بتفكر في حاجه واحده بس انك تهجم وتروح تجيب جول، مفيش تنظيم كان في لا النهارده في تنظيم، في كل لعيب واقف في المنطقه بتاعته، كله عارف اللي ليه واللي عليه. في تفاوت في الاداء. انا شفت النهارده ديانج راح الاقي حمدي فتحي هو اللي بيقف وبيستنى، العكس صحيح. تفكير اللعيبه كلها بالدخول جوه ال 18، ودي اهم حاجه اللي احنا كنا بنعاني منها، ازاي انت اطرافك تبقى جيده جدا ومفيش حد جوه ال 18 بيترجم كل الاهداف دي، 10 لعيبه بيلعبوا لعب جيد جدا وواحد لوحده. لا النهارده شفنا 4 5 جوه ال 18، عشان كده الكره اللي اتلعبت بالعرض من كهربا الاولانيه لايمن، لقينا عبد القادر فين؟ كان عبد القادر فين؟ عبد القادر قاطع لغايه خط السته. ايوه. ومن تحت عبد القادر انا اعتقد كان في حمدي مكمل، حمدي وفخري. ايوه صح. أيوه. يعني كان ده الزياده العدديه النهارده اللي هي بتعمل لك التفوق دايما، انت بكل ارتياحيه بتقدر تخترق من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال. ايوه. بتقدر تطلع من على الاطراف، بتقدر تخش بالوان تو. النهارده اتلعبت لعبه عالميه بين محمد هاني وحسين الشحات تاني تايم كويس، 1 2 غير عاديه وصلوا لغايه الجول. انا لو من محمد هاني كنت بعد ما خدتها استلمتها ودوست عليها اروح شايط في الجول مباشره زي ما عمل حمدي فتحي وزي ما عمل كهربا اول شوط. صحيح. فالنهارده عندك فنيات عاليه جدا، شخصيه كل لاعب موجوده في الملعب، ثقه كبيره جدا بتأدي وانت بتلعب حاسس ان الجول جاي جاي. ولما جه الجول الثاني الاولاني تأكيد للجون الأولاني، أنت بتلعب على الجون الثاني ها؟ ولما جه الجون الثاني اللعيبة هي اللي عايزة تجيب الثالث والرابع، أنت الشوط الأول تطلع 5-6. أيوه. عشان نبقى فاهمين بس، أنت عندك الكهرباء ليه 3 كور، عبد القادر ليه كورة في الهاف تايم، حمدي فتحي ليه كورة ثانية، محمد فخري ليه كورة، عبد القادر ليه كورة، حسين الشحات ليه كورة، عندك كل ده بتسألني عن
سبب وتميز اداء اللعيبه. اللعيبه كلها على عاتقها النهارده مسؤوليه كبيره جدا وشخصيه. ايوه بص كم واحد بيجري يا كابتن. شوف لدرجه انه الزحلقه اللي زحلقها دي ها حمدي فتحي يعني بيقطع كوره. ايوه فهمتني؟ فتعامل معها بقوه اكتر. اتعامل مع الكوره بروح. ايوه ممكن الروح دي تاذيك يعني. أي. وتروح زي ما راحت كده، انما بص العرضيه دي عامله ازاي؟ تاني دي راحت لكهربا بعد كده ولا دي لاحمد عبد القادر بعتها جنب. دي احمد عبد القادر اللي بقول لك عليها. صحيح. ف تحركات اللعيبه دي النهارده بيجي الفوز الكبير كمان فتح الملعب طبعا اللي احنا كنا نتمناه. طبعا احنا كنا باقيين هيلعبك 4 5 ادي كهربا تاني اهو، كره لو اتحطت بالراس كويسه هتلاقيها هدف 100%. الشكل بص الجون بقى ده جون الحقيقه. حسين الشحات بيقول لهم يا جماعه انا راجل زي كهربا كده فوتبولر كبير برضه. ايوه دي الامكانيات، ده الفوارق، ده اللي خلاك عندك امتيازات النهارده. امكانيات اللعيبه بتطلعها. المكسب الكبير في ايه يا كابتن النهارده؟ ثقه اللعيبه، ثقه اللعيبه في نفسها وشخصيتها، هي دي اللي كانت موجوده في الملعب كله. شايف يا كابتن ايمن فرحه كابتن جماهير، فرحه اللعيبه زمايله اللعيبه اللي بره يعني الجهاز الفني، وفرحه الفوز بالجهاز الفني بالقرار. لا واللعيبه كلها بص اللي احنا اختلفنا فيه. محمد شريف خلي بالك ارجع باللقطه دي تاني نروح. محمد ممكن شريف ممكن ترجعها لنا تاني بس اللي كهربا بيلعب مكانه. أيوه. شوف محمد شريف هو اللي بيجري بسرعه عشان يروح يحتفل مع محمود كهربا. ما هو ده اللي بيكسبنا شادي حسين، ده اللي الروح الحلوه دي، ده اللي بيكسبنا طبعا. هي دي الروح الحلوه اللي بتجيب البطولات وبتجيب المكسب وتخلي دايما الاداء والشكل حلو بالشكل ده. ودي الروح دايما اللي موجوده عندنا يا كابتن اسامه، دي طبعًا. حاجه مش جديده علينا خالص. ايوه ده اللي بيميز النادي الاهلي طبعا. يا ريت اللقطه يرجعوا تاني بمحمد شريف وهو اللي بيحضن كهربا، هو اللي بيحتفل مع كهربا، وهو اللي سعيد. انت انا علشان كده بقول لجمهور الاهلي احنا النهارده محتاجين اللعيبه كلها. يا جمهور الاهلي لازم نوقف جنب اللعيبه كلها. ممكن لعيب ما يبقاش موفق النهارده زي محمد هاني، كان فتره من الفترات مش موفق. شوف محمد هاني النهارده بقى له 5-6 ماتشات واحد من نجوم المباراه. صحيح عامل فرق كبير جدا، نجوم المباريات اللي فاتت كلها طبعا. عامل فرق كبير جدا في ادائه. حسين الشحات في فتره من الفترات برده كان بيلاقي نقد، النهارده شوف حسين الشحات. فالنهارده وانا بنتقد وانا بتكلم لازم احط في حساباتي ان النادي الاهلي محتاج اللعيبه كلها. ممكن يبقى لعيب بعيد عن حسابات دلوقتي، لكن هيجي وقت من الاوقات ان انا هحتاجه زي رامي ربيعه. أيه. رامي ربيعه كان هنقول المساك الرابع في النادي الاهلي بعد محمد عبد المنعم، بعد ياسر ابراهيم، بعد متولي. صح. النهارده رامي ربيعه واحد من العناصر الاساسيه. مظبوط. هو بص لو انا النهارده اتكلمت عنه بشكل مش جيد وهم اللعيبه كلها متابعه السوشيال ميديا والدنيا قريبه من بعض، فالنهارده انا هخسر لعيب ممكن في وقت من الاوقات في وقت حاسم انا محتاجه ما لاقوش. انا النهارده شوف النهارده رامي ربيعه وهو المباراه اللي فاتت بياخد 10 دقائق في تلت ساعه، باك رايت انزل مساك العب نص ملعب، النهارده بيلعب في مكانه. فهي دي الروح وهو ده المطلوب خلال الفتره اللي جايه. انا عاجبني الكوره دي جدا لان ده اللي احنا كنا بنعلمه زمان او بنتعلمه زمان. بص الكوره بتاعه حسين الشحات وكهربا. بص يا كابتن اسامه، بص كهربا عمل ايه؟ لا الباص بتاع حسين الشحات ماشي صح؟ هو بصراحه الباص بتاع حسين الشحات والتحرك جول. بس بص تحرك كهربا، تحرك رائع، تحرك اكتر من رائع. يعني هو تحرك ايوه كره حسين الشحات فعلا تجيب جول، بس بص على تحرك كهربا. طبعا انا قلت حسين الشحات هيلمهم تاني ويروح لوحده على الجول، وكان يقدر. انا توقعت ان يديها. هي كلها حلوه جدا. اولا حسين الشحات استلم الكوره نازله من علو عالي جدا، سيطر عليها كويس قوي. يعني يا ريت يجيبها ممكن ارجع الكرة. رجعها لنا تاني، سهلت مأموريته في الكرة اللي بعد كده. لا شوف كرة نازله من ارتفاع قد ايه، وقفها على وش رجله وثم بترقيصها في 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 مسافه صغيره جدا. صحيح. بينه وبين يعني بص 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 الارتفاع، بص وقفها على وش رجله ازاي، ثم ترقيصها في 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 يعني مسافه ضيقه جدا. ده شريف رضا، ده شريف رضا. شوف الترقيصه ثم هدوءه. بص كهربا كان فين؟ ما طبعا انا وراح فين؟ كهربا عملها 10 على 10 ناحيه اليمين، هما الاثنين مع بعض عملوا 10. بس انا بقول حسين من التوقيفه ثم الترقيصه ثم سهوله تمريره الكوره اللمسه خلى كهربا ياخد قرار واحد، قرار على طول. يعني ما عندوش سمع رؤيه فتحي والباص الدايركت. طبعا الرؤيه دي كان بص يا ريت يرجعها تاني، رجعها لنا تاني كده من الاول خالص. ماشي. بص فتحي هيعملها ازاي، ارجع تاني.
بعد اذنك تاني 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 لغايه فتحي. طب بص طب قبل كده ده تحت ضغط. بص يا كابتن، بص يا كابتن الكره دي النقطه اللي كنا بنتكلم عنها، تقارب الخطوط ما بين خط الظهر نص الملعب. بص تقارب الخطوط هنا، الاهلي بيلعب في مساحه 25 30 متر. بص يا اسامه، الكره دي ضربت خطين. بص الرؤيه، بص الرؤيه. وده انت كنت بتسالني على التميز، شوف تحرك حسين الشحات عامل ازاي. حسين كل قرار كلها حلوه. حسين اللعبه من حمد، ثم حسين جري بجنبه، ثم استلام على وش القدم من ارتفاع عالي جدا. بص بص تحتيه بالظبط. طب استنى يا كابتن اسامه بقى، تحرك ورا رامي ربيعه. ما انت بص النهارده طبعا هي كلها طبعا فرقه ورا وفرقه قدام. رامي ربيعه متولي علي معلول، طالعين بسرعه ورا الكوره علشان يقرب حمدي فتحي وديانج احمد عبد القادر عشان الخطوط تبقى قريبه. بص انت ضربت بالكوره دي كام لعيب من نادي سموحه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولسه الخامس كان ده. يعني هي كلها بصراحة حلوة من ورا لحسين يعني. لكهربا كل التصرف سليم، يعني هدف حلو قوي. بص أنا ليا تعليق على طبعا كلام الكابتن أسامة. هو طبعا جماهير النادي الأهلي عارفين مدى حبها للنادي الأهلي، وعارفين إن هي طبعا طول عمرها معانا. ولكن الجمهور يقول لك إيه؟ يعني وإحنا من جماهير، انتوا عندكم كده يعني، انتوا عندكم الحلو. طب احيانا بتبقى الامور هاديه ليه؟ بتهدى ليه؟ انا عايزك كده على طول. هو ده كلام الجمهور. ما هي خلي بالك الكوره، احنا ما لعبنا، احنا لعيب الكوره، عمر الكوره ما بتمشي معاك. لا لا طبعا طبعا في مكسب على طول. مظبوط. في وقت بيحصل فيه تعثر، مين اللي بيقومك؟ جمهور النادي الاهلي طبعا. هو اللي بيدعمك، هو اللي زي النهارده ما شفنا جمهور الاهلي وهو بينادي على محمود كهربا اللي بقاله 7 شهور جاي قبل المباراه. قبل المباراه مظبوط. هو المباريات اللي فاتت بعد كل مباراه الاهلي اللي بيكسب فيها بينادي على لعيبه النادي الاهلي عشان تجي له. لكن احنا دلوقتي خلي بالك في عصر اسمه السوشيال ميديا، عندك انديه منافسه. ما انت النهارده ممكن عايز في وقت من الاوقات عايز اضرب في لعيب عندك علشان اوقعه نفسيا، عايز اعمل فجوه او علاقه ما بين الجماهير وما بين الاداره. مظبوط. ما خلي بالك، ما دي النهارده في صفحات مندسه. بالظبط. فعلشان كده انا بطالب جمهور النادي الاهلي الواعي لازم نعي للكلام ده. النهارده واحد زي حسين الشحات من فتره من الفترات كان بينتقد، اداؤه اتحسن، لعيب كبير عنده شخصيه. شوف النهارده اداء حسين الشحات، محمد هاني، علشان محمد هاني انتقاده فتره كبيره، شوف اداؤه النهارده. طبعا اداء اللعيب هو اللي بيجبر الجمهور، لكن طبعا جمهور النادي الاهلي زي ما احنا بنقول على المر قبل الحلوه. أيوة. وهو ده عظمه جمهور النادي الاهلي. مزبوط. بيوقف مع اللعيبه وقت الصعوبات قبل الوقت اللي فيه بطولات وبيكون وقت حلو. صح. علشان كده النهارده انا بشكرهم على دعم اللعيبه، دعم كهربا، والفتره اللي جايه انا بقولها كتير عشان الفتره الجايه مهمه جدا. الفتره اللي جايه انت لسه عندك منافسه قويه، سواء نهائي كاس مصر او بطوله الدوري. بطوله الدوري لسه عندك ما يقرب من 20 21 مباراه. لا انا هقول لك الفتره اللي جايه اصعب فيما بعد كاس العالم كمان. طبعا انت هتاجل لك ماتشات، هيبقى نفس السيناريو بتاع السنتين اللي فاتوا. ايوه. يعني هو اللي كل 3 ايام تلعب مباراه. فطبعا وقوف الجماهير جنب اللعيبه في الفتره دي يعني محتاجينها بقوه. بس خلي بالك الجماهير ما بتاثرش. بس يعني مش عايزين برضو ان احنا نقول السوشيال ميديا، يعني انا بتكلم على جماهير السوشيال ميديا مش جماهير الملعب. أيوة. جماهير الملعب انا بروح الملعب وبتفرج على مباريات للنادي الاهلي طول 90 دقيقه في تشجيع. أيوة. حتى الاهلي خسران مع اخر دقيقه شفتها في مباراه فاركو، والاهلي متعادل لاخر ثانيه في المباراه والاهلي حقق الفوز محمد شريف، جمهور الاهلي بيشجع. لكن انا بتكلم على السوشيال ميديا، ودلوقتي احنا ما نقدرش ننكر ان في جمهور على السوشيال ميديا دلوقتي الصفحات. فلازم نعي الموضوع علشان الفتره القادمه فترة مهمة جدا. صحيح. نحن ندعم جداً ونساند لاعبتنا بإذن الله. عندنا بطولة ماتش الزمالك مباراة مهمة جدا في مشوار الدوري، عندك بعدها البنك الأهلي، عندك بعد كده كأس عالم أندية، عندك بعد كده دوري وأفريقيا. فأنت لسه المشوار طويل. مزبوط. محتاجين اللعيبة كلها. النهاردة كهربا موجود، لكن لسه محتاجين محمد شريف. صحيح. محتاجين شادي حسين. صحيح. يعني برضو علشان الجماهير تبدا تفوق دايما اللعيبه باذن الله رب العالمين. طيب نروح نشوف مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. Wir sind froh, dass wir uns fürs Finale qualifiziert haben. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt mit viel Zug nach vorne, mit viel Vertikalspiel. Und
mit Corvo, der da sehr viel gearbeitet hat, sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir diese Tore erzielen konnten. أنا طبعا سعيد جدا إن احنا تأهلنا للنهائي، لعبنا الشوط الأولاني شوط ممتاز جدا، لعبنا الكرة بتاعتنا كل حاجة اللي أنا طلبتها اتنفذت، بنلعب لقدام، بنلعب الكرة البينية، بنلعب في ظهر مدافعين، اتحركنا كتير، كان في كرة كلها كانت كل حاجة كانت مظبوطة زي ما أنا عايز، وبالذات كهربا أدى كل اللي أنا عايزه منه وعمل كل حاجة مطلوبة منه، وهو ساعدنا كتير إن احنا نتقدم في الشوط الأولاني. Ein bisschen defensiver gespielt und eigentlich das Spiel kontrolliert. Aber nach vorne haben wir dann nicht mehr so viele Möglichkeiten rausgespielt und am Schluss noch durch den Elfmeter das Gegentor bekommen. في الشوط الثاني كنا متحفظين اكتر شويه وبنحاول ان احنا نسيطر على المباراه وفعلا قدرنا ان احنا نسيطر ونتحكم في المباراه تماما. الشوط الثاني ما كانش علينا اي فرص لغايه لما للاسف دخل فينا ضربه الجزاء اللي في اخر دقيقه. Aber schlussendlich, glaube ich, war der Sieg verdient und ja, wir freuen uns da. انا اعتقد ان في النهايه ان احنا استحقينا الفوز وسعداء ان احنا تاهلنا للنهائي ان شاء الله. Ich gratuliere dann für den Sieg heute. Meine Frage: Al-Ahli dann fliegt dann in wenigen Tagen zur Club WM und bis jetzt hat Al-Ahli keinen Stürmer verpflichtet. Warum? Was ist Ihr Kommentar dafür oder darüber, dass wir keinen Stürmer verpflichtet haben? Und was sagen Sie dazu, dass Mr. Koller dann der Grund ist, warum wir keine Spieler bis jetzt verpflichtet haben? Es ist eine Falle. Also Vorsicht. عشان خاطر الناس في التلفزيون ساعات ما بتسمعش الاسئله، السؤال بخصوص ان الاهلي هيشارك كمان ايام في كاس العالم للانديه ولغايه دلوقتي ما جابش مهاجم. ايه تعليقه على ده وايه رده على انه مستر كولر هو السبب في التاخير في التعاقد مع مهاجم، صح كده؟ تمام. Ja, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis Ende Monat. Also es ist natürlich auch wichtig, dass man Gespräche führt und das geht nicht so von einem Tag auf den anderen, weil da viele Dinge zusammenpassen müssen. Auf der einen Seite der Spieler, der Spielerberater, dann der andere Verein und dann ist natürlich auch Verhandlungen, um dann guten Preis zu bekommen und ich denke, dass wir bis Ende Monat ja, noch was finden werden. احنا عندنا لسه وقت لغاية آخر الشهر، وقت إن شاء الله إن احنا نقدر نتعاقد فيه مع مهاجم. احنا عشان هتبقوا عارفين المفاوضات بتبقى مرهقة، بيبقى في حوارات كتير، لازم حاجات كتير إنها تتم، ان النادي يوافق على بيع اللاعب اللي احنا بنختاره، ان اللاعب يوافق، ان المبالغ الماليه تتوافق، كل الحاجات دي، فبتخش في مفاوضات مرهقه احيانا جدا عشان خاطر ان احنا نلاقي اللي احنا عايزينه بالظبط. لكن انا واثق ان شاء الله ان احنا قبل نهايه الشهر هنكون معانا المهاجم باذن الله. هو اختار خلاص؟ هو اختار الصفقه. Haben Sie schon dann den Spieler schon ausgesucht? Ja, wir haben schon ausgesucht, aber das ist natürlich eben jetzt diese Verhandlungen und اخترنا بس طبعا في مفاوضات شغاله وحفوني ان انا مش عايز اتكلم عن المفاوضات دلوقتي. يعني كوتش مش مسؤول عن تاخير الصفقه؟ Also sind nicht zuständig, dass wir verspätet sind. Die Frage ist nicht zu beantworten, meiner Meinung nach. Nein, wir haben ja Zeit bis zum 30. bis zum 31. عندنا وقت لغايه يوم 31. اشرف صديق صديق معنا. Ich gratuliere für den Sieg heute und den großen Sieg heute im 3-1. Ich will heute wissen, die neuen Spieler, was ihre Meinung dann über Christo, Khaled und Marwan, was ihre Meinung über die neuen Verpflichtungen. Sie haben über Kahraba kurz gesprochen, über die drei anderen. Das Soal بالنسبة للناس برضو, الصفقات الجديدة لشركة النهاردة, سواء كريستو, خالد أو مروان عطية, ايه راي الكوتش في ادائهم؟ احنا سمعنا راي عن كهربا فحابب ان حضرتك تسمع عن رايه في الثلاثه الصفقات الجديده اللي شاركت النهارده. Ja, ich wollte heute denen die Möglichkeit geben, dass sie das erste Mal dabei sind. Es ist natürlich auch noch früh, dass sie noch nicht alles intus haben. Die anderen sind jetzt vier Monate mit uns zusammen, wissen, was wir spielen wollen, Laufwege, wie es in der Defensive auszusehen hat. Und die Neuen, die brauchen sicher noch Zeit.
um das alles zu perfektionieren, aber sie machen gut mit, sie hören zu und ist jetzt auch ihr Einsatz, ihr Kurzeinsatz war auch gut. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir eben genügend Spieler haben, es sind immer wieder Verletzte, die ausfallen und dann müssen die anderen bereit sein. Und das sind, wir haben noch andere mit Kuka und mit Messi, die heute vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, dass sie nicht reingekommen sind, aber ja, sie sind jung, ja, und ich kann ihnen sagen, okay, ihr müsst weiter dranbleiben, ihr müsst weiter Gas geben und dann werdet ihr auch wieder die Chance bekommen, um zu zeigen, was ihr drauf habt. هو النهارده هم طبعا الصفقات الجديده ما بقاش بقالها كتير معانا وبقالها وقت قصير عكس لعيبه بقالها معانا اربع شهور خدت الكوره بتاعتي عرفت انا عايز ايه بالظبط فهم هيحتاجوا وقت هيحتاجوا وقت ان هم يبينوا كل امكانياتهم ويقدروا ان هم يظهروا في الكوره بتاعتي يقدروا ان هم لكن هم بداوا بدايه كويسه جدا بيسمعوا كويس قوي بيحاولوا ينفذوا كل حاجه في وقت قصير شاركوا النهارده وقت مش طويل لكن كلهم الثلاثه قدروا ان هم يعملوا حاجات كتير من اللي انا طالبها منهم بيحاولوا يطبقوا ظهروا بمظهر كويس وده عامه لاي لاعب ان بتحتاج دايما وقت عشان خاطر تقدر ان انت تفهم فلسفه النادي الجديد والمدرب الجديد. رساله ثانيه بحب اوجهها مثلا لكوكا وميسي كانوا محبطين جدا بعد المباراه ان هم ما شاركوش هم لعيبه صغيره والمستقبل قدامهم وهيجي لهم فرصه زي زمايلهم ان هم يلعبوا ويشاركوا وانا متاكد ان هم بكره بتاعهم لكن محتاجين صبر وشغل عشان يقدروا ان هم ياخدوا ما ياخدوا الفرصه ان هم يثبتوا وجودهم في الملعب. عايزين هل مستر Haben Sie mit dem medizinischen Team dann gesprochen über Hamdi Fathi, ob er bereit ist oder wie ist seine Verletzung? Ist er bereit dann für das nächste Spiel? Und auch dann über die anderen verletzten Spieler wie Abmenem? Wir haben auch gesehen, dass Malul dann auch ein bisschen erschöpft war. Am Ende des Spiels gab es nicht die Möglichkeit, ihn dann auszuwechseln und auszuruhen. So al Bardul Benisba Le Halit Musabin, so Hamdi Fathi, Menem, auch Malul Zahar Ali Badr Irhat, Fahr Mubarak, Taban Hadratak, Lima Kharagush, auch Lima Kanshi im Kanal, Nahoy Khul Badri. Ja, ist bei Hamdi so, dass er dreimal in einem Zweikampf war, zuerst mit dem Kopf, dann glaube ich ein Knie und dann jetzt noch ein Knöchel. Und wir wissen jetzt noch nicht, also es klar, wäre natürlich wichtig, dass er mit dabei sein kann, aber jetzt aktuell müssen wir Pflege machen und müssen schauen morgen, wie sich das entwickelt. Wir haben zwei Tage Zeit, um uns da zu regenerieren und am dritten Tag ist dann das Spiel dann auch schon wieder und von daher braucht es noch ein bisschen Zeit, also kann ich jetzt noch nicht sagen, wie es aussieht und dementsprechend ja, müssen wir بالنسبه لحمدي هو دخل في ثلاث التحامات قويه جدا الاول الراس وبعدين واحده ثانيه في الركبه وبعدين داس على ركبته وبعدين الثالثه انكل رجله فانا دلوقتي ما اقدرش اقول هيقدر يلحق ولا لا احنا هنحاول ان احنا بكره نشوف معاه هيستشفى ويبدا ان هو يريح نشوف الدكتور يكشف عليه بكره تاني نشوف هيعمل اشعه ونقدر نحدد مدى الإصابة لكن أنا دلوقتي ما أقدرش أقول الإصابة إيه متهيألي إن هو لعيب مهم طبعا بالنسبة لي جدا وأتمنى إن هو يبقى موجود هنشوف اليوم اللي جاية إحنا قدامنا يومين وبعدين نبقى على طول الاستعداد الماتش يوم الثالث فما فيش وقت خالص لكن بتمنى إن شاء الله إن هو يكون معانا لكن أنا ما أقدرش أعرف دلوقتي الحالة عاملة إزاي منام منام ist auch so der wird morgen mittrainieren und müssen wir schauen wie es aussieht und wie er sich fühlt und mit ihm sprechen auf dem منعم ومعلول منعم بالنسبه لمنعم بكره هيتمرن معانا ونشوف برضه حالته واخبارها ايه ونتكلم معاه ونشوف امكانيه الحقه بالمباراه معلول معلول das ist wie der läuft wie ein Zahnrad also man leert oben Öl rein und das läuft rund und rund und rund معلول عامل زي ترس في مكنه تحط شويه زيت وهو ما شاء الله على طول بيجري ويجري 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 ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله Wir wollen, dass er immer auch so bleibt. Masha'Allah, Masha'Allah. Ich gratuliere dann für den Sieg. Dann im Februar wird dann der Spielplan noch kompakter, noch intensiver sein. Wir haben drei Spiele bis jetzt.
Wir haben dann drei Verpflichtungen, vielleicht dann noch eine vierte Verpflichtung für einen Stürmer. Wie zufrieden sind Sie dann, wenn wir nur vier Spieler verpflichten? Und ist Kahraba mit der Leistung, die er heute gezeigt hat, dann hat er einen Platz reserviert im Stammelf dann bei dem Spiel gegen Zamalek. بالنسبة للسؤال عن لو ثلاث صفقات عملناهم لغاية دلوقتي لو في صفقة رابعة هل هو هيبقى راضي لو موسم الصفقات أو ميركاتو انتهى على أربع صفقات فقط؟ السؤال الثاني كان عن كهربا هل هو بالمستوى اللي قد النهاردة ضمن تشكيل أساسي أو مكان في التشكيل الأساسي لماتش الزمالك؟ يا اسكيت Also zuerst mal Spiele. Habt ihr bei Modas Safakat? Natürlich darum, wir haben natürlich ein sehr großes Kader. Wir haben eben auch den einen oder anderen Verletzten. Die kommen aber auch wieder zurück, wie Taher und Persitao. Also die brauchen sicher auch nur ein paar Tage, aber die werden auch wieder dabei sein. Und wir haben aktuell um die 30 Feldspieler. Also es geht darum, dass wir Spiele verpflichten. Wenn wir Spiele verpflichten, müssen die so gut sein wie die hier, wenn nicht besser. Ja, weil es bringt nichts, einfach nur Spieler zu verpflichten, damit wir Spieler haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, ja, dass wir das gut analysieren, dass wir dann natürlich auch, es muss ja passen haben für beide Seiten, ne? Der Spieler muss zu uns kommen wollen. Der Verein muss ihn abgeben und wir müssen ihn auch bezahlen können. Und das braucht und eben auch eine gewisse Zeit. Aber grundsätzlich sollten die Spiele zumindest so gut sein, wie die hier sind, sonst bringt es auch nichts. بالنسبة لموضوع الصفقات, احنا عندنا قائمة كبيرة, عندنا لعيبة كبيرة كتير, وعندنا لعيبة كويسة جدا كتير. عندنا لعيبة مصابين وراجعين قريب إن شاء الله, طاهر, بيرسي, بيرسيتاو. فعندنا قائمة فيها احنا تقريبا بمرن 30 لعيب, فانا عشان خاطر اجيب اي لاعب لازم يكون, ودي قاعدة قلتها قبل كده, ان لازم يكون احسن من اللي عندي. مش هجيب اي لعيب عشان اجيب لعيبة وخلاص. الموضوع من الصفقات وخلاص, لكن عندي 10 دقايق اخلص الاجابة بس. وعندنا wollte aufhören, ich war noch nicht fertig. مستعجلين على العشاء ولا ايه؟ فاحنا عندنا لعيبه كبيره, عندنا 30 لاعب في القائمه, فمش هجيب اي لاعب كماله عدد, مش هجيب لعيب اقل من اللي عندي. والتاني بقول ان انا عشان اجيب لعيب في عناصر كتير جدا لازم تظبط. اولا لازم يكون احسن من اللي عندي, ثانيا لازم يكون عايز يجي النادي الاهلي, ثالثا لازم النادي بتاعه عايز يسيبه, رابعا لازم يكون القيمة المالية بتاعته برضو تقدر انها في الميزانية بتاعتنا, حاجات كتير جدا. فكل العناصر دي بنفكر فيها قبل ما نجيب اي لاعب, عشان ما بزودش وخلاص على التمرين بتاعي. يبقى كهربا Also es hat keiner einen Freischein. Also er hat es gut gemacht, wir müssen jetzt schauen, er hat bis jetzt noch kein so intensives Spiel gehabt. Wir müssen schauen morgen, wie es ihm geht und wie er das verkraftet. Aber er hat ein gutes Spiel gemacht und wir sind froh, dass er so dazu beitragen konnte, dass wir das Spiel gewinnen können. ما فيش عندي لعيب حاجز مكان, ما فيش حد معاه تذكرة يحجز مكان في التشكيل مهما كان مستواه. لكن كهربا اول ماتش يأديه بعد فتره طويله جدا وعمل جهد كبير قوي, فانا لازم اشوف برضه بكره بدنيا هل هو هيبقى قادر ان هو كمان يومين يلعب ماتش تاني عنيف كده ولا لا. فتاني الموضوع انا بشكر كهربا ومبسوط جدا ليه ان هو عمل اداء كويس النهارده وساعدنا ان احنا نكسب المباراه النهارده, لكن مشاركته دي لسه عليها علامه استفهام. شكرا. سمعنا كلام مستر كولر, واضح طبعا رضاه عن نتيجه المباراه وعن الاداء الفني والبدني للاعيبه النادي الاهلي النهارده. اتكلم في حاجات كتير كابتن اسامه هنتكلم فيها, بس خليني اسالك في سؤال اول, ايه اللي غير السيناريو بالنسبه لطارق العاش؟ هل الاهداف المبكره غيرت السيناريو لطارق العاش مما اثر على ادارته للمباراه؟ بص يا ايمن, كل مباراه لها احداث بتحصل فيها, سواء قبل المباراة, في أثناء المباراة,
بين الشوطين طول ما المباراة شغالة في حاجات سيناريوهات بتحصل ممكن تخليك تغير من تفكيرك. أولا مش شرط إنه طارق العشري عشان خسر يبقى هو فكر غلط أو لعب غلط أو ما أنت ما تنساش المنافس أي. وتفوق المنافس. ويمكن أنا كنت بتكلم مع كابتن الشريف فيها إنك مش مجرد إنه طارق أخطأ في تشكيله أو طريقة لعبه أو كده هو ده السبب أي. في منافس أكثر منه إمكانيات أكثر منه مهارة وكان متفوق عليه في المباراة نفسها. يعني الأداء لعيبة النادي الأهلي أدوا أحسن الشوط الأولاني أحسن يمكن شوط ليهم السنة دي مزبوط. أو من أحسن أشواط ليهم السنة دي صح. ففي تفوق للمنافس في إمكانيات فنية للمنافس أعلى مني في توفيق للمنافس في أول عشر دقايق مع تفوق الأهلي وأداؤه الجيد جدا كمان كان معاه توفيق فده ما يمنعش ان قصدي ده ما يبقى تتحول الناحيه الثانيه على طول ان انا اخطات او انا لعبت وحش او انا كنت غيرت تغييرات معينه. في النقطه دي في المؤتمر قال لك ايه؟ المباراه قتلت في سبع دقائق بخطأين غير متوقعين من حارس المرمى والهدفين اثر للغايه على معنويات الفريق. ما دي حقيقه. ما هو ده اللي انا بقوله لك. مش شرط ان هو يكون بدا غلط او فكر غلط. في تفوق للمنافس اللي هو النادي الاهلي وفي توفيق للمنافس ايضا في الهدفين الاولانيين في رغم جهد الاهلي فيهم لكن فيهم توفيق فبرضو دي تاثر على اي مدير فني فما يعني هو حاول وسعى لكن خلاص بقى ابتدت التفكير يتغير لان هو كان نازل ممكن على سيناريو ان انا اقفل ان انا ما يجيش فيها اجوان بالظبط وقال كده فعلا ما دي حقيقه ففي الدقيقة 11 لقيت نفسي خسران 2-0 هبتدي عشان اهاجم عشان ده ماتش كاس الخطوط هتتفتح اكتر وطبعا الهدف الثالث جميل فساعات سيناريو او الاحداث اللي بتحصل في اللقاء بتجبرك كمدير فني تغير من افكارك احيانا وما تنساش تاني قوة المنافس وامكانيات المنافس والحاله الفنيه اللي كان فيها المنافس اللي هو النادي الاهلي في اللحظه دي انا بتكلم على الاهلي وسموحه يعني ف النادي الاهلي هو اللي كان اكثر اداء واكثر توفيقا فطارق العشري حاول على قد ما يقدر الشوط الثاني حاول يرجع المباراه النادي الاهلي كان قلل من ايقاع لعبه قلل من الضغط الشديد اللي كان بيعمله الشوط الاولاني فابتدوا يخشوا في المباراة إلى حد ما وجابوا هدف في الدقيقة 90 لكن ما فيش خطورة كبيرة كانت على مرمى الشناوي صحيح. أيضا على مرمى سموحة فإذا التفوق بتاع النادي الأهلي مش أخطاء طارق العشري هي اللي خسرته المباراة يعني أنا أقصد عامة أنا بحس في معظم استديوهاتنا أو في معظم انتقاداتنا كنقاد أو كده لما فرقة تخسر ما بنجيبش تفوق المنافس الناحيه الثانيه ما هو المنافس برضو قدم مباراه جيده يعني بتجيب اخطاء بس اللي هو المدير الفني او اخطاء اللاعبين بس هو الاهلي النهارده كان في افضل حالاته الشوط الاولاني مظبوط كده مظبوط صحيح بس هو طبعا طارق برضو قال انا كنت عايز ان انا اخرج من الشوط الاول باقل الخسائر والشوط الثاني ما نستقبلش اهداف ونبتدي ندخل في اجواء المباراه مظبوط كويس ولكن هذه هي مباراه الكؤوس هو قال لك خلاص دي ماتشات الكؤوس لو ما خدتش الحذر ستعاقب مظبوط كده وهذا هو ما حدث الهاني لم يكن في يوم النهارده ولذلك تم تغييره دي ده تقريبا ملخص طارق العشري مظبوط ما انا بقول لك هي فعلا مشيت المباراه كده النادي الاهلي نازل بشراسه بقوه بيهاجم بضغط كبير بعدد زياده عدديه انت لما كنت بتتكلم على الايجابيات اللي في المباراه غير الحماس الحماس والاصرار شيء مهم جدا في كرة القدم لكن مش هم بس سبب التفوق ده جزء من التفوق اللي هي الشدة والحدية في اللعب والقتال على والقتال على كل كورة وبتاخد الكورة الثانية والحماس لكن ده أنتج أو خلى إيه موجود اللي أصفر عن إيه أولا بقى في زيادة عددية صحيح. وإحنا شفنا في الثلاث أهداف ان مش كهربا بس اللي مكمل جوه احمد قادر مكمل حمدي فتحي مكمل فخري مكمل حسين الشحات مكمل عدد كبير وحمدي فتحي قدر يجيب الجون الثاني من داخل ال 18 الهدف المبكره كمان بتغير
يعني بتشيل من عليك الضغوط كمان طبعا. يعني زي ما قال الكابتن سواء كابتن شريف كابتن بلال ان انت كل ما الجول بيتاخر كل ما الامور بتصعب عليك الشوط الثاني. انت برضو جونين البدر بتوع النادي الاهلي ادوا له ثقه في نفسه صح. ادى اريحيه، ادى جراه للاعيبه اكتر، ثقه في نقل الكوره اثر على معنويات سموحه ولاعيبه سموحه طبعا طبعا, طبعاً. ففي حصل زياده عدديه النهارده كويسه جدا داخل ال 18، بتلاقي 3 و4 لاعيبه جوه، واحد واخد القريبه، واخد واحد تحت عند نقطه البنالتي، واحد جاي على القائم البعيد، فكانت في زياده عدديه كويسه. الديفنس اللي هو المدافعين خط الظهر اقصد ما كانش متاخر وفتح الخطوط قوي بين المهاجمين وخط خط الظهر، بالعكس كانوا بيقربوا لنص الملعب ونص الملعب زائق لقدام، عشان كده حمدي فتحي وديانج كانوا قريبين من الخط الامامي ووراهم طالع رامي ربيعه ومتولي مع هاني ومعلول، فعامله ضغط كبير في نص ملعب سموحه. كل دي ايجابيات النهارده اسفرت عن الاداء اللي ادى بيه النادي الاهلي والتلات اهداف. صحيح. التسديد النهارده كان كتير رغم ما كانش عدم دقته قوي يعني. دقه كبيره لكن كان في محاولات للتسديد كتير. مظبوط. من ديانج، من حمدي فتحي، من احمد عبد القادر، من واضح ان دي تعليمات مدير فني. ممكن طبعا تبقى تعليمات مدير فني، لانه احد الحلول انت ايمن لما تيجي تشتغل في النواحي الهجوميه في اكتر من طريقه او اكتر من حل. اولا اللعب من على الاطراف والاجناب والكرات العرضيه، سواء كرات عرضيه في الارتفاع العالي عشان الراس او ارتفاع متوسط او حاجات اللي هي بتبقى على الارض. مزبوط. طيب الاختراق من العمق اللي هو التحركات اللي بتبقى بين خط الظهر المنافس، بيبقى في تحركات. مزبوط. من اللعيبه من الحلول كمان التسديد. مزبوط. التسديد ده كتير. صحيح. جدا، واحنا شفنا ماتشات كتير النادي الاهلي بيكسبها. كره عمرو السوليه في مباراه كانت بيراميدز اعتقد، اللي هو شاطها من 30 يارده او 40 يارده في احمد الشناوي. مزبوط. ده ما هو ده حل. صح. انك انت بتلاقي الطريق مقفول والحلول ضيقه، او قافلين الجناب كويس او قافلين العمق كويس. ممكن وسيله من الوسائل انك انت التسديد يكون حل. ففي حلول كتير في كره القدم. المهارات الفرديه اللي هو الاختراقات اللي هي واحد ضد واحد والحاجات ديت، او واحد ضد اثنين انه يقدر يعدي ففي حلول كتيره جدا. مزبوط. وفيها بتبقى فيها تنوع، فده مهم ان المدير الفني يعمل كده وان اللعيبه يبقى عندها الحلول دي. صحيح. لانك انت احيانا اللعيبه لو امكانياتها بتبقى قليله حلولك بتبقى قليله. صحيح. لانه في النهايه اللي بينفذ لك هو اللعيب اللي عنده مهاره، سواء براسه، سواء بيعرف يمر واحد ضد واحد، سواء بيعرف يسدد، سواء واحد بيعرف يجيب جول. واحد بيعرف يجيب جون طبعا. صحيح. دي برضو. صحيح. دي ملكه برضو الناس اللي بتعرف تجيب جون، عشان كده بيبقى عمله صعبه وبيبقوا اكتر ناس في الاثمان ثمن اللعيب في العالم يعني. صحيح. من محدداته انك انت هداف او لا يعني. فالنادي الاهلي النهارده في حاجات كتير ايجابيه حصلت اديته تفوق وكان يستحق المكسب من اول 10 دقائق في اللقاء يعني. صحيح. كابتن بلال نروح بقى للي قاله مستر كولر. مستر كولر طبعا اعرب عن سعادته بالمكسب وبالاداء النهارده. مستر كولر قال في التصريحات على سؤال احد الصحفيين على الصفقه الجديده المتعلقه بقلب هجوم للنادي الاهلي او مهاجم للنادي الاهلي، قال ما زال لدينا وقت، احنا عندنا لحد 31 يناير، في فرصه لسه كبيره، ولازم اللي اجيبه يكون افضل من الموجودين. شوف يا كابتن، بص هو الناس او جمهور الاهلي يتمنى طبعا افضل لعيب في العالم يجي يلعب في النادي الاهلي، واحنا كلنا كده يعني، والمدير الفني وكابتن خطيب وكل العالم كلنا نتمنى افضل لعيبه في العالم تيجي تلعب في النادي الاهلي. لكن انت بيحكمك برضو انت بيحكمك برضو الماديات. مظبوط. تمام. انت النهارده مثلا عشان اجيب لعيب مثلا بيلعب في الدوري البرازيلي، هو الهدف بالنسبه لاوروبا ليه؟ الفلوس اكتر الدوري اقوى بكتير جدا. فانت النهارده انت بتجيب واحد كواليتي عاليه بامكانيات ماديه تتناسب تمام مع حجم الدوري اللي انت بتلعب فيه. تمام. الاهلي تطلعاته كبيره جدا جدا جدا، الاهلي تطلعاته افريقيا وتطلعاته كاس العالم للانديه
والاهلي طموحاته بلا حدود. لكن خد بالك ما انت برضو الانكم بتاعك برضو بيحكمك في الوقت صحيح. نفسه يعني انا النهارده اروح اتعاقد مع لعيب مثلا ادفع فيه 10 مليون يورو ومستر كولر قال كده برضو في حاجات بتقولنا من الموارد الماليه مليون جنيه ميزانيه سنه مظبوط انت متخيل. فانت النهارده برضو انت بتحاول بقدر الامكان تجيب اللعيب المناسب بالامكانيات المناسبه المتاحه تمام بالظبط المناسبه بالنسبه يعني لك فاهم غير الماديات قال لك النادي بتاعه كمان طب النهارده بالظبط اكيد بص يا اسامه انت في الاول في الاول وفي الاخر بتحكمك الماديات طالما هتطلع بره يعني تروح مثلا حته البرازيل والارجنتين والحته امريكا الجنوبيه لان دول اللي اسعارهم كبيره واسعارهم غاليه واللعيبه هناك الهدف الاول بالنسبه له هو اوروبا ليه لان الاسعار هناك يعني ريال مدريد لما يجي يشتري بيشتري ب 50 مليون يورو 40 مليون يورو يعني فاهم ميزانيه يعني ميزانيات ضخمه ميزانيه تصرف على صحيح. على اتحادات هو قال برضو ان تم اختيار المهاجم بالفعل خد بالك الحاجه يعني. الحاجه برضو المهمه ان انت كنادي مع المدير الفني بتجمع على اللعيب يعني ما ينفعش يبقى النادي بيرفض والمدير الفني بيقول لا او المدير الفني بيقبل والنادي بيقول لا طبعا. الا اذا يعني تعرضت الحته الماديه فالنهارده الكلام بتاعه كلام منطقي جدا انا النهارده عندي اربع حاجات بتحكمني تمام فاهم قصدي عندي رغبه اللعيب نفسه ان هو عايز يجي يلعب في النادي او لا ودي الرغبه دي اعتقد ان هي محسومه بشكل كبير جدا مع لعيبه كتيره جدا لامكانيات وقدرات النادي الاهلي تمام الحاجه الثانيه رغبه النادي ورغبه النادي اعتقد برضو النادي بتاعه يعني أي. رغبه النادي بتبقى برضو محسومه في بعض الاوقات لان النادي الاهلي من الانديه الملتزمه جدا تعاقديا مع الانديه يعني النهارده لما تيجي تتكلم في نادي في مصر على مثلا بتشيل لعيب من مصر رغبه الانديه نفسها رقم واحد في النادي الاهلي مزبوط. ليه لانك انت لما بتيجي تتعاقد مع لعيب مع النادي بتاعه انت بتدفع انت يعني ما عندكش ازمه ماديه مع ولا نادي ده بالعكس انت ما عندكش كمان. ما انا بقول ما عندكش ازمه ماديه انت بالعكس انت ما عندكش ازمه ماديه مع اي لعيب انت سبته يعني لو في واحد ليه مكافئات لا سيبك بقى مستحق سيبك من القبض سيبك من اللي هو العقود انا بكلمك على المكافئات كمان يعني لو في لعيبه عندها ليها مكافئات في النادي الاهلي بعد ما مشيت بتاخدها يعني التزام غير عادي التزام يعني تعرف عليه النادي الاهلي طال تاريخه وطال مسيرته فانت الحته دي كمان انت ما عندكش ازمه فيها هي الفكره كلها وانت بتيجي لما تيجي تجيب لعيب من بره مصر وتقييمه بالنسبه لك تقييمه المادي تمام وتقييمه الفني يعني لازم الحتتين يبقى فيها يعني تقابل من مجلس اداره النادي الاهلي وتقابل ايضا من المدير الفني لان الكلام ده طبعا شراء اللعيبه يا جماعه ده استثمار صحيح. انت بتجيب لعيب لازم اولا سنه يبقى جيد بالنسبه لك هتعرف تستفيد منه ولا لا لما تيجي تفكر ان انت تسيبه بعد كده يعني انت عندك النموذج الافضل بالنسبه لك في الوقت الحالي هو ألي ديانج سنه صغير لعيب اشتريته برقم معقول قدرت تشتريه بشكل يعني تدفع فيه رقم كويس تمام ممكن تبيعه برقم كبير ايوه مش هقول لك يحل لك ازمه بس رقم يخليك انت كنادي اهلي فعلا استثمرت صح في اللعيب الصح هو ده الفكر المفترض يجي بعد كده لان خلاص كابتن الارقام كبيره جدا واللعيبه بتاخد ارقام كبيره جدا وممكن الانديه ما تتحملش الارقام الكبيره اللي بتاخدها اللعيبه فالنهارده النادي لازم يفكر في الحته دي انا بشتري لعيب بشتري عشان العب في النادي لكن في نفس الوقت عايز لعيب اقدر استثمر فيه بعد كده يعني اقدر اقول ايه لما اجي ابيعه لا هبيعه برقم كويس مش هخسر فيه يعني انا مش هروح اشتري لعيب ب 3 4 مليون يورو ويجي بعد 3 سنين اسيبه فور فري يبقى انا عملت ايه خسرته على المستوى الفني وخسرته على المستوى وخسرت على المستوى المادي كمان أيوة. فالحاجات دي فعلا محتاجه نظره كبيره جدا محتاجه تفاهم وتلاقي ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وما بين المدير الفني للنادي الاهلي اكيد وهو راجل متفاهم الحقيقه جدا. وكلامه كلام منطقي جدا صحيح كابتن اسامه يمكن تطرق كولر للحديث عن بعض اللاعبين ومنها الصفقات الجديده ولما سئل عن كهربا بعد المستوى اللي ظهر بيه كهربا النهارده قال هو السؤال كان هو هل حجز مكانه بشكل اساسي المباريات القادمه؟ كان رد مستر كولر ان مفيش حد حجز مكانه بصفه اساسيه في قائمه الفريق. اتكلم كمان عن الصفقات الجديده وقال هم محتاجين وقت ولكنهم عناصر جيده ادوا بصوره جيده وادوا بصوره انا كنت طالب منهم شويه حاجات هم ادوها بصوره كويسه. كذلك كهربا ادى النهارده بصوره كويسه ولكن مفيش حد حجز مكان بالظبط وده تصريح بيبين لك كيف يضر فريق النادي الاهلي علشان تحقق بطوله لازم تعمل منافسه داخل الفريق صحيح النهارده لو كل لعيب
عارف ان انا حاجز مكاني سواء اديت ما اديتش، انا المكان ده حاجز وبلعب فيه، النهارده ما بيبقاش عندك روح التنافس داخل فريق. ده اللي بقوله دايما، التنافس داخل الفريق لمصلحه الفريق. فالنهارده كهربا كولر سعيد جدا ان هو خد قرار انه يلعب. طبعا خلال الفتره اللي فاتت هو عارف امكانياته، لعب مباريات وديه معاه، عارف مستواه النواحي البدنيه، فالنهارده خد قرار انه يبتدي من بدايه المباراه. سعيد انه هو اثبت ان انا ابتديت بيه، وهو كان عنده حسن الظن، مظبوط، نفذ اللي انا كنت طالبه منه. صحيح. فالنهارده حته انه يقول مفيش حد ضامن، ده مش لكهربا بس، ده لكل لعيبه النادي الاهلي. طول ما انت دايما دايس بنزين خلاص انت موجود معايا في الملعب. بالظبط. مفيش حد هيشيلك. قويت شويه، شلت رجلك من دواسه البنزين، لا هتيجي تقعد جنبي. هو ده الصح، وده دايما التنافس، حتى علشان اللعيب يقلق على مكانه. صحيح. طول ما انت قلقان على مكانك او شايف اللي قاعد بره لا ده مستني فرصه، ولو اثبت انا ممكن اقعد، لا ده انا لازم اشد حيلي. صحيح. لازم انا تفكيري حتى في كل مباراه، خلصت مباراه النهارده ده انا عندي مباراه بعد 4 ايام، لازم اريح نفسي، لازم الاستشفاء بتاعي يبقى كويس، تغذيه كويسه، علشان عارف ان عندي لعيب تاني ممكن ياخد مكاني. فالنهارده روح التنافس داخل الفريق ده يحسب لكولر، وده دايما اللي بيعمله المدير الفني الناجح علشان يعمله في لاعبته. الحاجه الثانيه الصفقات، دايما بنقول التوقيت مهم جدا. صحيح. امتى ادفع باللعيب دوت علشان استغله استغلال كويس. من اللعيبه الكويسه جدا في النادي الاهلي واحد ما لعبش النهارده لكن اسمه رافت خليل. رافت خليل من اللعيبه المميزه جدا اللي انا تابعتهم في قطاع الناشئين، كابتن شريف عبد المنعم تابعه كتير ولعيب مميز جدا، وكل جمهور النادي الاهلي شافه في مباريات قبل كده في الرابط. لكن لما تم الدفع بيه في مباريات كان فيها تعادل وكانت صعبه، وهو البديل الوحيد على الدكه. مظبوط. ما شفناهوش بالتوهج او بالشكل اللي كنا مستنينه، هو لسه صغير ولسه هيجيله فرص كتير، وده مستقبل النادي الاهلي. لكن النهارده لما بيتم الدفع بلعيبه جديده وانت كسبان 3، عندها الاريحيه، عندها صحيح. الثقه، مفيش استعجال، مش مضغوطه، حتى بتظهر للجمهور بشكل كويس. النهارده اللي ظهر بشكل كويس مميز جدا عجبني مروان عطيه. افتكر كلامي ده يا كابتن ايمن، مروان عطيه هيبقى مكسب للنادي الاهلي، مكسب كبير. بنشكر نادي الاتحاد السكندري انه سمح لمروان عطيه انه يحقق حلمه انه ينضم للنادي الاهلي، وهي دي دايما العلاقات المحترمه ما بين النادي الاهلي وما بين الاتحاد السكندري. شفنا قبل كده في مقاوله الاتحاد السكندري وهما بيعزموا الكابتن محمود الخطيب عشان يضرب ضربه البدايه في المقاويه بتاعه الاتحاد السكندري. شفنا في مباراه السله الاخيره علاقه جمهور الاتحاد بالاهلي. الاهلي بيتنازل عن لقب السله. هي دي العلاقات، وهي دي كره القدم، وهي دي الرياضه. في حد صحيح من ضمن المسؤولين في بعض الانديه قال لك وفي نادي عمره بيعمل كده؟ وفي حاجه اسمها في الرياضه كده؟ هو الرياضه بنقول عليها دايما الرياضه ايه؟ اخلاق. اخلاق. عشان كده النادي الاهلي بيدي الدرس. لما اي حاجه تحب تتعلمها تعلمها من النادي الاهلي. يا ريت يعني النادي الاهلي مدرسه، مش مدرسه في كره القدم وبطولات، لا ده في المبادئ وفي القيم وفي الاخلاق وازاي تعلم الاجيال. فالنهارده درس زي ده عشان يبين العلاقه والهدف من الرياضه، مش المهم البطوله ولا التنافس، المهم العلاقه اللي بتدوم ما بين جمهور الاتحاد، جمهور الاهلي، وعلاقه الاهلي بكل الانديه. صحيح. شفت النهارده مباراه السله، احنا خرجنا بره ماتشنا النهارده، لكن جمهور الاهلي كان هو اللي واقف قدام المستشفى وقت الاصابات. مزبوط. اللي كانت موجوده عند جمهور الاتحاد السكندري. صحيح. هي دي العلاقات المحترمه. شوف الكابتن محمود الخطيب من 4 سنين فاتوا لما زار الاتحاد السكندري وزار نادي سموحه في اسكندريه، شوف الحاج محمد مصلحي لما بيتكلم ازاي عن النادي الاهلي. هي دي العلاقات اللي لازم تكون موجوده في كره القدم. مروان عطيه واحد من اللي ظهروا النهارده، وهيبقى ليه ان شاء الله دور كبير في نص ملعب النادي الاهلي. كريستو برضو لعيب صاعد واحد لسه مش مستعجلين عليه، لعيب صغير لكن بينم النهارده ان هو عنده شخصيه. دايما اللعيب اللي عنده شخصيه ابني عليه اي حاجه تانية. زي كهربا اللي غاب بقاله 7 شهور. أيوه. عنده شخصيه، هي دي الشخصيه اللي دايما بنراهن عليها. طول ما انت عندك الشخصيه بعد كده تيجي الموهبه. بس فجاه بمستوى النهارده مين؟ كهربا. كهربا طبعا. بص لعيب الكوره يعني، انا لما قلت انا اتفاجئت دايما كده. الكابتن ميمي الشربيني ربنا يديله الصحه وهو بيعلق دايما،
لو لما لاعب بيكون بعيد بعيد موهوب يقول لك مش مهم الحموله البدنيه اهم حاجه الحموله الفنيه موجوده او الموهبه موجوده. طول ما الموهبه موجوده بتعوضك عن حاجات كتير. وكهربا عنده الموهبه، عنده الموهبه في التحرك، عنده الموهبه في استلام الكوره، في انهاء الهجمه، موهبه كبيره. فالنهارده لما يغيب الحموله الفنيه زي ما بيقولوا تقدر تعوض الحموله البدنيه. كريستو النهارده ظهر بشكل تكون بدايه ان شاء الله لثقه كبيره. كان في كوره لما خدها من ال 18 بسرعه، النهارده ان هو جريء ياخد الكوره ويروح بالسرعه دي، وحتى شكله هو بيجري بالكوره لا شكل لعيب كوره حلو. صحيح. لما قطم لجوه كان لازم يحطها لعلي معلول الناحيه الثانيه. علي معلول كان رايح من ناحيه الشمال، لو حطها هناك كان علي معلول راح. هو مستر كولر قال لك هيجوا مع الوقت، هيجوا لحد ما يطبقوا بقى افكاره. بالظبط بالظبط. بيحاولوا ينفذوا، بيحاولوا يتعلموا، بيحاولوا يعملوا اللي انا طالبه منهم. خالد عبد الفتاح مهم جدا، هو ومحمد هاني خلال الفتره اللي جايه هم اللي هيشيلوا الناحيه اليمين. بالتبادل طبعا محمد هاني اللي انا النهارده برضو يعني باثني على ادائه، اداء النهارده اكثر من رائع. اتمنى ان شاء الله محمد هاني يستمر بالقوه وبالشخصيه وبالاداء وبالنواحي الهجوميه، وعنده جراه يعني كان تعاقدنا مع لعيب جديد مع خالد عبد الفتاح في الباك رايت. ماتش محمد الزمالك بقى واستعداداته. ماتش الزمالك يا كابتن بص، النادي الاهلي النهارده تفوق، معنويات في السماء بالظبط. كسب مكسب النهارده مقنع. الزمالك خرج امام بيراميدز ما اداش مباراه كبيره برغم ان بيراميدز كان ناقص عدديا، لكن هنروح مباراه السبت مباراه مختلفه تماما. صحيح. يعني النهارده معنويات الاهلي مرتفعه، الزمالك ممكن عنده مشاكل، لكن يوم السبت مباراه تانية خالص. مباراه حالة اللعيبة يوم المباراة، حالة المدير الفني يوم المباراة، التفاصيل الصغيرة، التشكيلة اللي ببدأ بيها، تغييرات سواء أنا مدير فني موفق فيها، دي يعني حالة اليوم نفسه. أيوة. فالنهاردة ما أقدرش أقول، ولكن يوم المباراة الاستعداد بيبقى مبكرا، بيبقى من النهاردة. انت خلاص انت ثلاث أيام. أيوة. انت ثلاث أيام هتبقى لعبت النهاردة ثلاث أيام وعندك ماتش الزمالك، فترة استشفاء مفيش شغل فيها. لكن هو المدير الفني الموفق في التشكيلة بتاعته، اللعيبة اللي تقدر تلم بعضها يبقى عندها الدوافع بشكل كبير. أتمنى لعيبة النادي الأهلي من بكرة تقفل الصفحة خلاص. احنا عندنا بطولة تانية، عندنا دوافع تانية، بطولة الدوري غايبة بقالها سنتين. فلازم يبقى أنا عندي الدافع أقوى من الزمالك. مزبوط. وأتمنى من رابطة الأندية، الكلام بعيد وبكرره تاني، لازم قبل مباراه الاهلي والزمالك يبقى في كشف عن المنشطات. كشف عن المنشطات عن لعيبه الاهلي قبل الزمالك. مش هقول الزمالك بس. لعيبه الاهلي كمان لازم المباراه دي. رابطه الانديه مشكوره بتطور المسابقه، التحكيم دلوقتي رغم ظلم النادي الاهلي في بعض المباريات، لكن انا بشيد بالتحكيم وبشيد بفكره كلاتنبرج انها اضافت للحكم المصري ومنظومه التحكيم. اتمنى ان شاء الله يبقى في كشف عن المنشطات باذن الله قبل مباراة الأهلي والزمالك القادمة إن شاء الله. طيب كابتن شريف، لو اخترنا رجل مباراة اليوم، في أكثر من، أنا عايز واحد يا كابتن، من لاعب عايز واحد بس، روح النادي الأهلي. لا احنا قلنا أنا عايز لعيب. أنت لو قلتها فين دي؟ أنت بقول لك يا أبو الروح والحماس وعادل عبد الرحمن يمشي تقول تاخد أنت مكانه؟ أنا بحاول آخد وقت طويل. لا مش عايز وقت طويل عشان أطلع فاصل. أنا عايز لعيب. أنا والله بالنسبة لي ككورة محمد هاني، كرجل مباراة كهربا. طيب كابتن أسامة. ما قلتلناش برضه. برضه في أكتر من واحد. برضه. ألا؟ أطلع فاصل. لا بص أنا في أربعة وبعدين هقول لك مين هو. أربعة؟ بالنسبة لي. لما هيقول في الآخر. ما أقول كل جاي الفرقة كلها. ماشي اتفضل يا كابتن. محمد هاني وحسين الشحات وإليو ديانج وكهربا. لا أضيف عليهم واحد كمان. حمدي فتحي. حمدي فتحي. أه صح وحمدي فتحي. طبعا ماشي. لكن انا بالنسبه لي اديها لحسين الشحات، دوره كان مهم جدا النهارده وفي المباريات اللي فاتت، وانا مبسوط ان هو استعاد كتير جدا من مستواه الفني. فانا اديها النهارده لحسين الشحات. طيب كابتن بلال. بص انا يعني مؤكد اديها للكهرباء النهارده، يعني مؤكد اديها للكهرباء. يعني الحقيقه هو اللي فتح الجيم، وكان سبب مهم جدا في ان الجيم يبقى بالشكل ده للاهلي. الهدف الاول، الاسيست الثاني، الهدف اللي سجله الثالث، بعديه على طول يعني اتفق مع كابتن اسامه في الخمسه دول، بعديه على طول حمدي فتحي سجل هدف رائع جدا.
وكان نوتا وايد والكبير في ال 18 والكي باس بتاع الجول الثالث كمان كان حمدي فتحي النهارده. يعني جايز الثاني احسن لاعب. ولكن كهربا هو رجل المباراه اليوم من وجهه نظر كابتن ثلاثه برضه الاول محمود عبد المنعم والثاني كهربا والثالث الفولت العادي. لا 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 وانت ايه؟ يبقى احنا متفقين. هو واحد بس. انت مين؟ صباح الخير يا انت خدت مين؟ انا كهربا. طب ما انا معاكم في مجموعه اللعيبه فعلا كل اللعيبه في اكتر من اداء مميز لاكتر من لاعب، ولكن انا معاكم ان هو كهربا يستحق النهارده يكون رجل المباراه. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه. انتظرونا. Come on.